ده ماركو هدوء 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 شديد. عندنا النهارده موضوعين خطاف. الموضوع الاولاني اسمه فولفو فاجينايتس. اسمه ايه؟ فولفو فاجينايتس. الاول يا دكتوري اوفر فيو سريع يا دكاتره لو سمحتوا. معلش خلاص ان شاء الله باذن الله ما نشوفش المنظر ده تاني باذن الله. بالاسبوع الجاي نرجع لمواعيدنا الطبيعيه وما نشوفش المنظر ده تاني باذن الله باذن الرحمن. ايه يا حبيبي؟ احنا بنقف على السلم. عايزين تستعفى الساعه كام؟ الساعه واحده؟ يا فندم اللي قبلك سقيه برجلك وخشي قولي له انا مع محمد عبد العليم. لا مش مشكله، انا هظبط بس هنفتح بتاع الساعه 1 اتفقنا؟ ايه يا فندم؟ عايز خليها واحده عشان خاطر حب عليها. يلا رجاله بقى خلاص سايد ايشو. يلا في النهارده تشامبيونز ليج؟ طب عايزين نخلص قبلها عشان الماتش الساعه 10 باين ولا ايه؟ طيب عايزين نخلص قبل الماتش. طيب يلا يا دكتور. Infection of the female genital tract. Infections of the female genital tract. يا فندم لازم ازعق لغايه لما يخلص وبعدين اوطي صوتي. Infections of the female genital tract. بص الفيميل جينيتال تراكت من وانت داخل من على الشارع بتلاقي ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. لغايه فين يا دكتور؟ شايفين سترايب ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم من الشارع بره من الجلد بتاع الفالفا ذن الفاجينا ذن الكفرج بتاع الجزء ده من السيرفكس اللي احنا هنسميه اكتو سيرفكس. وبعدين يجي عند الاكسترنال قص يبتدي يتحول اللايننج ده الى كولامنر ايبيثيليان يشمل الاندو سيرفكس والاندوميتريوم والاندو سالبكس اللي هو اللايننج بتاع الفالوبيان تيوب. حلو كده؟ يبقى انا عندي اصلا نوعين من اللايننج. عندي ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم بيعمل لايننج للفالفا والفاجينا والاكتو سيرفكس الجزء الخارجي من السيرفكس. وبعدين عندي كولامنر ايبيثيليوم بيعمل لايننج للاندو سيرفكس والاندوميتريوم والاندو سيرفكس. كويس؟ ولذلك الانفكشنز اللي بتصيب الفيميل جينيتال تراكت نوعين. نوع بيعمل انفكشن اسمه فولفو فاجينايتس. يعني ايه يا دكتور فولفو فاجينايتس؟ فولفو فاجينايتس means inflammation of vulva, vagina and the ectocervix. ليه؟ لان الاكتو سيرفكس ده عباره عن ايه يا دكتور؟ ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. فنفس الاورجانيزم اللي ماشي كده هيصيب كل دول لغايه لما يوصل لغايه هنا. كويس؟ ونوع تاني ده اللي هو اسمه ايه؟ فولفوجينايتس لور جينيتال تراكت انفكشن، وهو ده اللي هتكلم عليه النهارده. النوع التاني من الانفكشن هو الابر جينيتال تراكت انفكشن. الابر جينيتال تراكت انفكشن بيبتدي من الاندوسيرفاسايتس، وهنا دي المحطه الرئيسيه اللي بتقعد الاورجانيزمات بتاع الابر جينيتال تراكت انفكشن تستنى فيها، اللي هو اسمها اندو ايه؟ سيرفاسايتس.
لذلك يا اولاد خلي بالكم لما اقول كلمه سيرفاسايتس سيرفاسايتس اقصد بيها ايه؟ اندو سيرفاسايتس، لان الاكتو سيرفاسايتس دي جزء لا يتجزا من مين؟ الفولف فاجينالس. والحين السيرفاسايتس وعلى الاعراف رجال، يعني ده لا هو لور ولا هو ايه ولا هو ابر، ده محطه هتفهموا كل حاجه بس اديني فرصتي. ده محطه بيقعد فيها الاورجانيزم اللي ناوي يصيب الابر. بعد لما يعمل كولونايزيشن في السيرفاسايتس اللي هو اندو سيرفاسايتس يبتدي يصعد يعمل بي اي دي. يعني ايه بي اي دي او بلفيك انفلاماتوري ديزيز؟ يعني اندومترايتس، يعني سلبنجايتس، يعني اوفورايتس. وعشان اوصل من التيوب للاوفري لازم اعدي في النص على ايه؟ برافو عليك. يبقى فيه كمان بلفيك بيريتونايتس. كده بقى حضرتك عندك كم مسمى يا دكتور؟ ثلاث مسميات صح؟ في حاجة اسمها فولفو ايه؟ فاجينالس. وفي حاجة اسمها سيرفاسايتس اللي هي في الواقع عبارة عن اندو سيرفاسايتس. وبعدين في بي اي دي اللي هو اندومترايتس واندو سلفنجايتس واوفورايتس وبالتأكيد بلفيك ايه؟ بيريتونايتس. كويس. الحقيقة انه الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم من كتر ما هو قوي ما بينجحش اورجانيزمات كتيرة في ان هي تعمل فيه انفكشن. في ثلاث اورجانيزمات بالعدد بينجحوا انهم يعملوا فولفو فاجينايتس ديورينج ذا تشايلد بيرينج بيريود. اشمعنى يا دكتور بتكلمني على التشايلد بيرينج بيريود؟ لان ديورينج التشايلد بيرينج بيريود يا دكتوره دينا في استروجين صح؟ وفي بروجستين يعني ده. فبالتالي الاستراتيفيسكو ماس ابيثيليوم ده ايه؟ تخين. وجود الاستروجين بيخلي البي اتش بتاعت الفاجينا ايه؟ اساسي. وده بروتكشن للفاجينا من الانفكشن. يبقى وجود الاستروجين ديورينج ذا تشايلد بيرينج بيريود بيزود الثيكنس بتاع الفاجينا الابيثيليوم، وكمان ها بيزود الاسيديتي، وده بروتكتيف ميكانيزم بيحمي الفالفا والفاجينا. لذلك تلاقي ثلاث اورجانيزمات بالعدد مجموعه عصابه من البكتيريا بتعمل انفكشن اسمه بكتيريال فاجينوزس. خدتوا بالكم الاسم ولا لا؟ اسمه بكتيريال فاجينوزس. ما جربتش اقول فاجينوزس يا ده مصطفى، قلت ايه؟ فاجينوزس. اتنين، نوع من البارازايت اسمه ترايكومونس فاجينيز، ونوع من الفانجاي اسمه فانجل فولفو فاجينايتس. يبقى انا عندي ثلاثة انفكشنز بالعدد في التشايلد بيرينج بيريد اسمهم ايه؟ بكتيريا الفاجينوزس صح ولا لا؟ وايه؟ وترايكومونس فاجينيز وفانجل. خدوا الثلاثة فاريانت بتاعت الاورجانيزم، البكتيريا والفانجاي وايه؟ والبارازايت. طب في مين فاضل في التنوع؟ هربس وهيومن بابلوما فيروس، بس دول اعراضهم والبرزنتيشن بتاعهم مختلف. الهربس سيمبلكس فيروس والهيومن بابلوما ايه؟ فيروس. فدول سيبهم، دول بيعملوا فيزيكلز ويعملوا بولي، مش بيعملوا انفلاميشن. دول بيعملوا فيزيكلز وبيعملوا ايه؟ بتاع ده كوندايلوما اكوميناتا وحاجات كده. يبقى طلع الهربس سيمبلكس والهيومن بابلوما فيروس بره الديفينيشن. هو انفكشن اه بس مش فولفو فاجينايتس التيبيكال، ما فيهوش انفلاماتوري رياكشن وحاجات كده. طيب ده في التشايلد بيرينج بيريود. ضيف لذلك انه بوست مونوبوزل الاقي فيه سينايل فولفو فاجينايتس لما الاستروجين يروح صح، والاقي كمان في والاستروجين لما يروح الثيكنس هيقل والاسيديتي تروح، فيبتدي يبقى اي اورجانيزم عره معدي في الشارع يعمل لي انفكشن. وكمان ديورنج التشايلد هود في بعض البنات يجي لهم تشايلد هود فولفو ايه؟ فاجينايتس، او الاسم الثاني بتاعتها دي اسمها بوست منوبوزل، ودي اسمها بري يوبالتال
فولفو فاجينايتس. وبيني وبينكم ده الموضوع الرئيسي اللي انا هكلمكم عنه النهارده، او يعني احد موضوعين رئيسيين هكلمكم عنهم النهارده هو الفولفو فاجينايتس. الحقيقه احنا هنركز قوي على الفولفو فاجينايتس ديورينج ذا تشايلد بيرينج بيريد، اللي هي بكتيريا فاجينوزس وترايكوموناس فاجينالس وفانجر فولفو ايه فاجينايتس. وهقول بقين على السينايل وبقين على التشايلد فود. كويس، الهربس والهيومن بابلوما فيروس هناخدهم في شابتر في الترم الثاني اسمه سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. هديكوا هنت على الهيومن بابلوما فيروس بس الاساس بتاعه فين؟ في الترم الثاني. نروح بقى للأبر. في جزء اورجانيزمات اسمهم كلاميديا وجونوريا. دي اورجانيزمات عره ربنا خالقها بجد بجد عشان يوريك قد ايه يا خالاتي يا بتاع النسوان ويا يا ست بقى اللي هي انا اللي هي الست بتاعت اللي هي تبقى يا ست يا مش مؤدبه خلاص حلوه دي يا ست يا مش مؤدبه هوريك العقاب قد ايه اورجانيزم مايس مايس هو اللي هيعمل انفكشن. اسمهم ايه يا دكتور؟ كلاميديا وايه؟ جونوريا. الكلاميديا والجونوريا دول ده الجونوريا ده يا نهار اسود. اولا انتوا عارفين الكلاميديا صح؟ الكلاميديا ده عرة البكتيريا حتى يسموه اتيبيكال بكتيريا، بكتيريا يا اتيبيكال يا اللي انت اوبلوجاتوري انتراسيلولار يا عره، فاهمين الفكره؟ شوف قد ايه. والجونوريا بص الجونوريا يقول لك ايه؟ ايروبيك ايروبيك انتراسيلولار جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. ترجمها بالعربي كده ايروبيك جرام نيجاتيف صح انتراسيلولار ديبلوكوكاي، هوائي انطوائي سلبي مأنتن صح. ده عرة الاورجانيزمات. هوائي يعني ايه؟ ايروبيك انطوائي انتراسيلولار سلبي جرام نيجاتيف مأنتن ديبلوكوكاي. في اوسخ من كده؟ ويجي من بره كده الكلاميديا والجونوريا. انا ده ستراتيفايد سكونس امبيسيليا احنا ما نقدر. امال فين هيثم؟ ويتنته ماشي ويتنته ماشي لغايه لما يلاقي اول كولامنر ايبيثيليوم يجي في قرعته اللي هو بتاع مين؟ سيركس. فيبتدي يعشش عند هيثم عند الكولامنر ايبيثيليوم ويبقى ده المين ريزرفوار بتاع الكلاميديا والجونوريا لغايه لما البنت دي تبقى متعوده دايما. فيبتدي يصعد من فكره انه عامل سيرفاسايتس ويعمل ايه؟ بي اي دي. اللي عايزكم تتعلموه من الانترو بتاعت الانفكشن، فهمتوا يعني ايه سيرفاسايتس وعلى الاعرافي؟ ده ريزرفوار، ده هيثم اللي هيخشوا من باب كده الكلاميد. امال فين هيثم؟ ويلاقوا اول هيثم السيرفاسايتس يسكنوا هنا ويعششوا هنا علشان بعد شويه يصعدوا ويبتدوا يعملوا ايه؟ بي اي دي. كان هذا الموجز واليكم الانباء بالتفصيل. كلاميديا وجونوريا وبي اي دي هناخدهم في اخر البتاع خالص، سيبهم بقى دلوقتي هتبقى حصه كده ايه يعني مسخره، بس بعد ما ناخد على بعض شويه عشان اعرف اخد راحتي. خلاص؟ هو كل ده دكتور حاج ما خدتش راحته؟ طيب بص يا دكتور، فولفو فاجينايتس. بص حبيبي، الاول تعالى نتعلم كيف نتحدث عن الفولفو فاجينايتس. بيني وبينكم دي اول سكيمة محترمه موجوده في شابتر سكيم في ملزمه الاكس، مش مهم انا هكتبها، بس دي اول سكيم محترمه موجوده في ملزمه في شابتر السكيم في ملزمه الاكس. لما تيجي تتكلم على فولفو فاجينايتس ايه البوينتس اللي حضرتك هتتكلم عليها؟ اول حاجه هتكلمني على الانسيدنس. مين في الثلاثه؟ رقم واحد
ومين رقم اتنين ومين رقم ايه؟ تلاتة. ادي اول حاجة هتكلمني على الانسيدنس. نمرة اتنين هتكلمني على الايديولوجي. اصدقائي احباء الكرام، اتعلموا ويتعلموا لما تيجي تتكلم على ايديولوجي بتاع اي انفكشن ربنا خلقه في الدنيا، تجيب الاورجانيزم من قفاه وتساله ثلاث اسئله. انت مين؟ بوزيتيف اورجانيزم. جيت لنا منين؟ روت اوف انفكشن. اشمعنى احنا؟ بريديسبوزنج فاكتور. انت مين؟ وجيت لنا منين؟ وايه؟ واشمعنى احنا؟ بوزيتيف اورجانيزم، روت اوف انفكشن، اند ايه؟ بريديسبوزنج فاكتور. يبقى انا هتكلم على الانسيدنس وهتكلم على مين؟ على الاتشارج. بعد كده هتكلم على الدايجنوزس. الدايجنوزس عباره عن سيمبتومز وساينز وانفستيجيشن. بصوا بقى، يعني ايه فولفو فاجينايتس؟ يعني حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الريتيشن وديستشارج. الريتيشن وايه يا دكتور؟ يعني ايه الريتيشن؟ يعني الاورجانيزم عمل انفلاماتوري رياكشن، بسيط ضعيف قوي ما تفرقش، المهم ان هو عمل انفلاماتوري رياكشن، يعني عمل ايه؟ الريتيشن. في السيمتوم يبان الريتيشن ده في صوره بيريورايتس فالفي. بيريورايتس ايه؟ يعني ايه بيريورايتس فالفي؟ يعني خرش. ايتشي صح. بيريورايتس سورنس، حرقان في المزلقان، غير البريورايتس. احساس الحرقان يعني مثلا ايه؟ لو لا قدر الله واحد منكم عنده رينال جريفلز ولا ستون ولا حاجه، بيحس بحرقان مش كده؟ بس ما بيحسش ان هو عايز يهرش في اليوريثرا. فاهمين الفرق ولا لا؟ يبقى ده الفرق بين بريورايتس، وهو احساس ان انا عايز اهرش، ده اسمه ايه؟ بريورايتس. بينما سورنس ده احساس بالحرقان. ماشي، بريورايتس وسورنس، ديس بارونيا وديس يوريا. ديس بارونيا وديس ايه؟ يوريا. خلاص، دول اسمهم ايه يا دكاتره؟ اسمهم سيمبتومز اوف اريتيشن. طب امال ايه الساينز اوف اريتيشن؟ تندرنس وريدنس وهوتنس وسويلنج. حاطين الكلام ده ولا لا؟ لما يبقى في مكان ملتهب الاقي، هتلاقوني كاتبها دايما تي ار اتش، ها، تندرنس وريدنس وهوتنس وايه؟ وسويلنج. ده اسمه ساينز اوف ايه؟ اوف انفلاميشن. ذكر يا حاج، الدسشارج هو ده اللي مختلف دائما، وهو بيني وبينكم ده الكلو. ايه بقى الكلو اللي هيعرفنا ده نوع الانفكشن ايه؟ درجة الاريتيشن هتبقى مختلفة من واحدة لواحدة. واحدة ما فيهاش اريتيشن او اريتيشن بسيط خالص، واحدة مودريت، واحدة سيفير. كويس؟ انما اللي دايما هيبقى مختلف هو نوع ايه يا دكتور؟ نوع الدسشارج. نيجي للانفستيجيشنز. الانفستيجيشن البي اتش مختلفة، وبيني وبينكم هي دي كلمة السر. ايه كلمة السر؟ انا قلت لكم طول ما الفاجينا البي اتش وذين ذا نورمال، هي اتسلف البي اتش دي تعتبر بروتكشن من الانفكشن. اللي هيخلي يحصل حاجة من الحاجات دي ان البي اتش تبتدي تتغير، فيبتدي اورجانيزم ما يستنهز هذه الفرصة ويعمل الانفكشن ايه؟ بتاع. يبقى لازم اكشف على حاجة اسمها ايه يا دكتور؟ بي اتش. اتنين، كالتشر اند سنسيتيفيتي. بيني وبينكم الدور بتاعها كويشنبل جدا، يعني كويشنبل جدا. انا عادة بوصل للتشخيص عن طريق ايه؟ الدسشارج، شكله ولونه وريحته. هعلمكم دلوقتي بالمناسبة الدسشارج بنوصفه ازاي؟ amount color consistency odor. كيف تصف دسشارج؟ amount color consistency odor. وده اللي هيبقى مختلف ما بين الايه؟ ما بين الدسشارج وبعض. طيب قلنا pH culture وsensitivity اللي هي الدور بتاعها هيبقى minimal في وجود دسشارج مختلف عن بعضه. اخيرا ان انا اخد drop of discharge.
وابتدي اعمل لها مايكروسكوبيك اكزامينيشن او ابتدي اضيف عليها اضافات. هقول لك يعني ايه اضافات. ده الدايجنوز. طب التريتمنت العلاج. في حاجه اسمها جنرال ميجرز وفي حاجه اسمها سبيسيفيك انتي مايكروبيال دراجز. في حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ جنرال ميجرز. يعني ايه جنرال ميجرز؟ اي عيان عندها فولفو فاجينايتس هبتدي اقول لها بصي يا مدام هايجين نبقى مدام نحافظ على النظافه بتاعتنا. معلش استاذن حضرتك انه يعني ايه العفانه اللي انت فيها دي يعني فكره ان ايه ان انتوا قاعدين في الشقه كلكم بتغيروا في اندر وير واحد يعني يعني معلش انتوا فاكريني بهزر مش هو الكلام ده بيحصل. تقوم واخده اي بتاع كده مرمي على بتاع قشطه قد خبزه حاجه يعني المهم خلاص نحافظ على النظافه الشخصيه دي جنرال ميجرز. في ايه كمان؟ في مش ده التهاب جلدي؟ في ناس بتوع الجلديه اورال انتي هيستامينك وتوبيكال كورتيكوستيرويد الشغل بتاعنا العادي مش دي فالفا وفاجينا ولا ايه؟ اورال انتي هيستامينك وتوبيكال كورتيكوستيرويد مهدئ وملطف ومزوزو لغايه ما الانتي ميكروبيا اللي انا مديه ايه؟ اشتغل. مفهوم ولا لا؟ دي اسمها جنرال ميجرز اند جنرال ميديكيشن. جنرال ميجرز اند جنرال ايه ميديكيشن يعني شويه نظافه على شويه مهدئات ايه للحبكه والهرش لغايه لما ربنا يكرم ونبتدي ايه نشوف ايه الحكايه. خلاص كده اوكي فهمتوا الجنرال كونسبت بتاع الفولفو فاجينايتس. تعالوا بقى احكي لكم ثلاث حواديت لثلاث اورجانيزمات وانا باصص لكم وانتوا باصين لي. حواديت بكتيريا الحدوتة البكتيريا الفاجينوزس وحدوتة الترايكوموناس فاجينالس وحدوتة التالتة بتاعة الفانجل فولفو فاجينالس. وعايزكم يا أولاد معلش قصة إنقاذ قلب هي القافية هتحط القافية إيه؟ هتحط مقصودش أي حاجة سياسية من اللي أنا هقوله بس هي القافية إيه؟ هتحط. انما الكلام اللي انا بقوله ده ملوش علاقه بس بكلمكم بجد والله عشان في ناس ساعات اجي اشرح البتاع دي يبتدي بقى ايه ويا ريتنا كنا عملنا بلاش دعوه انت يعني خد القافيه وخلاص. طيب دلوقتي ايه في بكتيريا اللي هي الامن المركزي بتاع الفاجاين بس هي القافيه ايه مين الامن المركزي بتاع الفاجاين؟ اللاكتو باسيلس اسيدوفيلس. اللاكتوباسيلس اسيدوفيلس دي بتعمل ايه؟ بتاخد الجلايكوجين تحوله الى لاكتيك اسيد. وهي في عزها وفي عنفوانها منيمه كل البكتيريا اللي موجوده في الفاجينا من المغرب. يعني بيتعشوا بعد المغرب ويناموا خلاص. وبتقعد اللاكتوباسيلاي دي كده ايه؟ قاعده وبتاع وحاجات كده. لغايه لما يحصل ظاهره اسمها ظاهره الانفلات الامني. ان اللاكتوباسيلاي يبتدي يحصل لها ايه؟ تقل. لما اللاكتوباسيلاي تبتدي تقل يقوم الغوغاء والدهماء من الكومنسلز بتوع الفاجينا يطلعوا الاشتراكيون الثوريون. الاشتراكيون الثوريين دول هي مجموعه عارفين مش الشباب الثوره الانقياء الاطفال مالناش دعوه بيهم دول. الاشتراكيون الثوريين دول بيقعدوا على قهوه ريش كده تلاقي شعرهم كانوش وما بيستحموش اني روبك يعني فاهمين الفكره دي؟ تلاقي ريحتهم كده اني روبك والحياه معاهم كده. دول بيعملوا ايه؟ بيقعدوا ينظروا ايه؟ الانفجاريه المنبعجه من اصل القوس الانبعاجي لازم ياثر في المضمون على الشعب فيه مش عارف ايه والشواش العليا البرجوازيه والسلام عليكم ورحمه الله. تشم منه ريحه بس تدور على حاجه ما تلاقيش. عارفين يعني ايه؟ يعني مش هلاقي الريتيشن هلاقي ديسشارج ريحته وحشه. تاني يبقى انا في قوات الامن اللي هي اسمها ايه؟ لاكتوباسيلاي. اللاكتوباسيلاي دي الامن المركزي بتاع الفاجينا. لما تقل اللاكتوباسيلاي دي وهقول لكم ايه اللي هيقللها يقوم يبتدي البي اتش بتاع الفاجينا يحصل لها ايه؟ تعلى. ده الاسيد البي اتش ده يعني الاسيد تتقل صح ولا لا؟ فيبتدي البي اتش تعلى. اول ما ده بيصورني
ملوش دعوه بالسياسه. ملح يرفع. بتصور ايه؟ مش انا اللي بيتعمل فيه الكلام ده. بتصور ايه؟ عم نصيح. طيب المهم يبقى دول الامن المركزي حماه الوطن اللي ابيض. اول لما يبتدي تقل اللاكتوباس اللاي لسبب او لاخر يبتدي البي اتش بتاعت الفاجينا تعلى فوق الاربعة ونص. هنعمل الجدول سوا، فاكرين الامينوريا شرحناه وعملنا الجدول سوا زي الامينوريا كده. فيبتدي البي اتش بتاع الفاجينا يعلى. مين اللي بيستغل ظاهرة الانفلات الامني؟ البي اتش الاساتيك ده كان منايم الانيروبيك كومنسلز اللي في كومنسلز، كان منايم الانيروبيك كومنسلز دول من المغرب فاهمين؟ فيبتدوا يزيدوا. بس دول مين بقى؟ غوغاء يعملوا ايه؟ ديستشارج ريحته ايه؟ وحشه. بس ما يعملوش ريتيشن. يعني العيله تشتكي من ايه؟ تقول لك انا نازل عليا افرازات ريحتها وحشه. ريحتها ايه؟ انيروبيك. عارفين يعني ايه انيروبيك؟ مقلب الزباله يسموها فيشي اودر. فيشي اودر. والافرازات دي يا دكتور وريحتها الوحشه بتزيد عليا لما ينزل اي حاجه الكالاين وانت فاهم. زي ايه؟ الدوره. انتوا ليه دماغكم عجبتكم؟ الدوره يعني خد بالك. طيب لما ايوه يا فهد مش الكالاين. فهو بصوا بقى البي اتش بتاعت الفاجينا من 3.8 ل 4.2 لما ينزل عليها دم الدوره السابعه ده بالنسبه لها انجاز. فيبتدي مجموعه الكومنسلز الانيروب الزعيم بتاعهم اسمه جاردنريلا فاجينالس ويمشوا كده جاردنريلا فاجينالس جاردنريلا فاجينالس ويشيلوه على كتافهم وحاجات كده. فييجوا بعم الجاردنريلا فاجينالس وشويه انيروب معفنين من حصاله القوم فيرتو ستريبت كوكاي وانجيرو كوكاي اللي هم اصلا ما لهمش قيمه اساسا ولكن بيستغلوا ظاهره الانفلات الاعلى عشان يعملوا ديستشارج ريحتها وحشه. فالست تقول لك لما تنزل عليا الدوره بتبقى ريحه زي الزفت وتقلب المكان كله. تقول لها وماله؟ بتستخبي. تقول لك طب هقول لك حاجه بقى انقح اللي انتوا بتقولوا عليها. حضرتك اني جوزي نشار. يجي بالليل من شغله تعبان. فالبس له واحط له العطر. العطر بالتهي يا لما. فالبس له واحط له العطر. وبعدين حضرتك يحصل الاجتماع. حضرتك بيشتغلوا في شركه ايه حضرتك؟ لا التاني. يحصل الاجتماع الاقي الاوضه قلبت مقلب زباله يا دكتور. حضرتك متخيل حاجه احنا مش عارفين نعيش حضرتك لان السيمن برضو ايه؟ الكلاين. وحضرتك جارتي ما شاء الله حكايه في المستشفى الاميري ادتني بودره تشطيف بس عشان هي عبيطه اديتها بشره تشطيف ايه؟ الكلاين. واخد بالك ازاي؟ ما هو ده فرق بين ايه؟ ان دايما ايه؟ الجاهل احسن من النص متعلم، فاهمين الفكره ليه؟ فقامت مديها بوزش شطيف ايه بقى برضه؟ الكلام، فقام مزود لها الايه؟ الريحه، فهمتوا الفكره ولا لا؟ يبقى في ديستشارج ريحته وحشه بيزيد، طب تيجي تبص عليها كده تلاقي ديستشارج ده اه، والله ديستشارج كتير مش عارف ايه وبتاع، تقول لك ايه ديستشارج ده؟ ده انت فكرتني يا ديستشارج بالسمكه البولجي، الناس بتلعبش. عارف الناس دي؟ لا تغدي هنا عندك سمكه بولجي. الاماونت بتاعك كتير سمك في ميه. انت خد بالك انت الاحساس ده؟ الاماونت ايه؟ كتير. مورفيوز. والكلر جريش وايت او ميلكي وايت. حسب ما تشوفوا بقى السمكه من بره ولا من جوه. جريش وايت من بره عشان السمكه عليها ايه من بره؟ ايش؟ او ميلكي وايت من جوه عشان عباره عن ايه؟ لحم. طب افهمك ايه علاقه ده بالديستشارج؟ الديستشارج الاوريجينال ميلكي وايت. لما في فاجينال ايبيثيليوم وسيرفايكال ايبيثيليوم بيقع جواه بيعكره فيخليه لونه ايه؟ جريش وايت. سو الديستشارج فروم ميلكي وايت تو جريش وايت. سهله؟ اوكي. اماونت من ميلكي لجريش وايت. كونسيستنسي سمكه بولتشي ثني اللي بيجي فيكم سمك بولتشي ثيك ده حمار يعني ده سمك بولتشي كده يقل مش كده اصغر من لا دي انا
اوضر فيشي اوضر. والفيشي اوضر ده قلت لحضراتكم يزيد معاه ايه؟ خلاص و والانتر كورس و والمنستريشن فعلا. اوكي اجي ابص على الفاجينا الاقيه الدسشارج نازل سمك بولشي واماونت كارل كونسيستنسي اوضر شاف ايه. ابص على الساينز اوف انفلاميشن ما الاقيش. ما احنا اتفقنا دول الاشتراكين الثوريون دول بيعملوا بس ريحه بس تيجي تدور على الفعل ايه ما تلاقيش. كويس لو حد يجيله الشمسيه انا بعتذر له انا بس قلت لكم الافيه حاجه خلاص عشان بس ايه ما الاقيش مش عارف. يبقى هنا مفيش تندرنس ريدنس هوتنس وسويلين. انا كل بس لما ابص كده الاقي ايه الفاجينا الكتاب يقول لك كده لوكس اون انفريت. كويس اجي ابص على الانفستيجيشنز الاقي البي اتش مش الكلاين لو لس اسيد يعني اكتر من 4.5 و 4.5 دي انا اقدر اقول عليها الكلاين بس اقدر اقولها ايه لو اسيديتي بحيث ان البي اتش اكتر من ايه من 4.5. كويس كالتشر وسنسيتيفيتي سمك بقى سمك يحمض شغلة اجار يعني عشان يعني ايه يعني عادل يبقى بيتزرع على ايه شوكولت اجار. ابص تحت الميكروسكوب الاقي المنظر ده جرام نيجاتيف اورجانيزم. جرام نيجاتيف ايه اورجانيزم. اللاكتوباسيلاي اخبارها ايه نيجاتيف لاكتوباسيلاي. الباسلز اخبارها ايه نيجاتيف بصلز. ايه يا عم في ايه هو كله نيجاتيف نيجاتيف كده يسقط يسقط يعني جرام نيجاتيف لاكتو بصلاي ونيجاتيف فور لاك فور ايه سوري جرام نيجاتيف اورجانيزم نيجاتيف فور لاكتو بصلاي نيجاتيف فور ليكوسايت. مفيش مفتاح كده ولا حاجه اي مفتاح يقول لك احنا حضرتك عاملين مليونيه على الفاجينا سيل شايفين دي ايه دي الفاجينال سيلز. البكتيريا شايفين مترصصين عليها ازاي حوالين ميدان السله اهي شايفين بعدين كده اسمها ايه الخليه دي كلو سيل. هي دي اللي تفتكرها تقول ايه ده بكتيريال فاجينوزس يعني البكتيريا على الفاجينال ايه سيلز. هتلاقي فاجينال سيل كده طالعه والبكتيريا متكونه عليها محببه مخله هوريكم الكلام ده في السلايدز كمان شويه. هتلاقي البكتيريا متكونه عليها محببه محببه كده الخلايا دي اسمها كلو سيل. ماشي يبقى تحت الميكروسكوب في الاكزامينيشن انا شايف جرام نيجاتيف اورجانيزم نيجاتيف لاكتوباسيلاي نيجاتيف بصلز. طب مفيش مفتاح مفتاح يعني ايه كلو يبقى فيه اكيد كلو ايه كلو سيل. الكلو سيل دي عباره عن البكتيريا وهي عامله مليونيه على الخليه ايه مليونيه اعداد كبيره من البكتيريا عشان كده الاسم اسمه بكتيريال فاجينوزس. حلو الكلام. طيب حبايبي الحلوين احنا قلنا في مايكروسكوبك اكزامينيشن وفي اضافه بجيب فريش دروب من الدسشارج كده واجيب الدروب ديسشارج كده واحط عليه نقطه بوتاسيوم هيدروكسايد اشمعنى الكالي الكالي. فجه الراجل قال لمراته ايه هاتي كده اما نشوف ام البتاع ده واخد حبه ديسشارج حاطتهم على السلايد وجايب مضاد بوتاسيوم هيدروكسايد وها ده من ريحه الحاجه ده من ريحة فاكرين الريحة اللي بعد بتاع ده من ريحة حتى سموه وايف تيست خرب بيت كده طبعا مش وايف بهزر ها ويف تيست اسمه ايه ويف تيست ويف تيست ده من ريحة الحاجة والكلوسل بكتيريا الفاجينوز صح ولا لا شفتوا سهلة ازاي اوكي يعني ايه ويف تيست يعني احط نقطة بوتاسيوم هيدروكسايد فيبتدي الاورجانيزم يلعلع ويبتدي يطلع لي بقى اوسخ انواع الروائح اللي انا عايز اشمها اللي هي الفيشي ايه الفيشي اوضر سميناه ايه
وايف تيست وف يعني اللي يجي في ايدك هاته بقى. طيب انا اتاكدت كده يا دكتور؟ اه شبه اتاكدت. التشخيص الامثل التشخيص الايه؟ ما انا عمال اقلش بقى يعني جت على دي. التشخيص الامثل لهذا الكلام اسمه امثل كرايتيريا. ايه الامثل كرايتيريا دي؟ يقول لك لما تلاقي عيانه فيها بي اتش اكتر من 4.5 ادي واحد، كلوسل ادي 2، ويفتس ادي 3، كاركترستيك ديسشارج ادي 4. شايفين اللي انا رسمهم على الصنبوره دول؟ عرفتوا ليه رسمتهم؟ الباقي قلته ببقي صح ولا لا؟ ورسمت على الصنبوره اربع حاجات لان دول بتوع التشخيص الايه؟ الامثل كرايتيريا. عايز كام يا معلم من دول؟ 3 من الأربعة. قلت فيهم يا تجيب لي شوكولاته يا بلاش يا ولا، جبت سيرة شوكولاته أجار ولا حاجة؟ لا. يا بلاش يا ولا، خلاص يبقى أنت عارف إنه أنا مش محتاج أعمل كالتشر وسنسيتيفيتي. هو بعد كل ده هفضل مستني إيه؟ رحت ضارب واحد أمبليف في الشكمان ورا وأقول أنا عندي تشخيص اسمه بكتيريال فاجينوس. سهل يا ولاد الكلام؟ عايزين نعالج بقى. عايزين ايه؟ نعالج. جنرال ميجرز اه انضافي يا وليه وديها اديها ايه؟ بصوا انا في الاول بشرح فولف وجينايتس في مستوى الطالب تحت المتوسط، تحت المتوسط وديها مترو نيدازول. شوف قد ايه هو النيدازول ده صعب بالنسبه لك ولا حاجه؟ لا. انت فاهم ان اي حاجه معفنه اي حاجه اي رابط رغم انه ما اديتكش حاجه جديده خالص. يعني انت تقدر تتكلم على البكتيريا الفاجينوزس بسهوله صح ولا لا؟ يبقى انا هدي مترونيدازول هو ده العلاج الرئيسي. في بقى كم ملحوظه. اولا المترونيدازول ممكن يدا في طبعا كليندامايسين بس خلي ده واحنا بنراجع نقوله، بس خلينا الاول اول طلعه اول لير خلاص ناخد بقى فيها ايه فولف وجينايتس التي لا يغيب عنها الشمس اللي هو طب الشارع. اتفقنا؟ اوكي. المترونيدازول بيتاخد اورال وبيتاخد فاجينال يا دكاتره صح؟ وانا بتكلم ايه؟ صور يعني انا في حد قايم طب صورنا؟ 10 على 10. في اورال وفي فاجينال كويس؟ الدوز بتاعت الاورال ايه؟ اعلمكم. بيقول لك ايه؟ كان زمان محمد رضا يقول لك اربع تبراس تبلعهم بشويه ميه تبلبحهم هتروق وهتبقى تمام ولا تسال دول بكام. ده كان اعلان عن البلهارسي. لما اجيب اربع تبراس مترونيدازول اسمهم 2 جرام سنجل دوز هتروق وهتبقى تمام ولا تسال دول بايه؟ بكام. حاجه سهله جدا. اللي انا بقوله لكم ده يا اولاد نصيحه يونيفرسال جنرال لاي واحد فيكم بطنه هتوجعه حد. يعني بطنك تلاقي مغص اضرب اربع تقراص فلاجيل خلاص. مش عنده فولف جاينايتس يعني بقول لما يجي لك جاستروينتراك لان ده مطهر معوي وال2 جرام سنجل دوز دي حاجه رائعه رائعه. ماشي الكلام؟ طيب حبايبي الحلوين ممكن اخد اورال 500. انا بص انا مش شارك يا دكاتره. السؤال طبعا دايما الكلاسيك في شابتر الانفكشن احفظ الدوزس يا دكتور؟ معرفش. يعني كل واحد عنده طموح. في ناس طموحها ان احنا بنقول ان احنا بنديها انتي مايكروبيال دراج عشان عندها انفكشن. ده طموح حلو مش وحش. في واحد طموحه يكتب مترونيدازول، في واحد طموح يكتب مترونيدازول اورال اور فاجينا. ده طموح. في واحد طموحه يكتب اورال سنجل دوز او ويك اسبوع. ممكن اخد 500 ملي جرام توايس ديلي فور 1 ويك. 500 ملي جرام توايس ديلي فور طبعا انتوا عمالين تدوروا على الدوز مكتوب في ملزمه الاكسترا. انا بتكلم على ال 111 ملزمه الاكسترا اصل فيها جدول انفكشن تاني خالص خلاص. يبقى 500 ملي جرام توايس ديلي فور 1 ويك او 500 ملي جرام توايس ديلي فاجينال فور 5 دايز. ده شريط اسمه امريزول
الشريط فيه خمس لبوسات مهبلية. الست بتشتري شريطين وعلمها. أقول لها حضرتك مش بتكوعوا العصر حضرتك؟ قبل الأيالة بتاعت العصر لا فاهمين تكوعوا ولا أيالة جاتكم تقيلة. اللي هي النومة بتاعت العصرية. تعرفش اللي تغدى وتأيلي؟ اللي هي أمتع حاجة في الدنيا. اللي أنا محروم منها بقالي خمس سنين. أجازة الصيف لما بتيجي كده وأيل يا نهار اسود. أمتع حاجة تتغدى وتروح تشرب لتر عصير وتقعد على السرير تبكي من فترة الفرق المتعة اللي انت كلته على تشرب سيجارة كده على السرير مع لتر دم كده وتنام وتعيط بسعادتك. المهم أقول لها إيه؟ أقول لها بص يا مدام قبل الأيالة تتنيلي تحط البوسة أمريزول وبالليل تحط البوسة أمريزول قبل ما تنامي بالليل. ليه؟ عشان أخلي البوسة تسيح وهي نايمة. عشان المادة اللي فيها تسبريد كويس وتشتغل. الكلام اللي بقولكوا ده كلام كلينيكال مش عشان الكتاب مش عشان الامتحان. ان انا بقولها تاخدي اللبوسة واتنين تنامي اللبوسة تسيح جوه. اللبوسة دي اصلا كلها عبارة عن مادة دهنية فيها 500 عارفين يعني 500 ملي جرام متر جازون يعني تشوفهمش 500 ملي يعني نص جرام. انما كل دي مادة شمعية عايز المادة الشمعية دي تسيح جوه وتعالج الميكروب ده فاهمين؟ قولها يبقى 500 ملي جرام توايز ديلي فور 7 دايز لو اورال وفور 5 دايز لو ايه؟ لو فاجينا. حلو انا كده مبسوط. وفي بديل اسمه كليندامايسين يعني يحفظ الدوز بتاعته يعني القليل وبرضه كليندامايسين اورال وفاجينا. خلاص؟ الست كتبت لها الروشته واقول لها يا ريت يا مدام بلاش اجتماع في الفترة القادمة. موضوع الاجتماعات ده هتلغوه في الفترة القادمة. فهتقول لي حاضر يا دكتور انا فاهمة. هي فاهمة ايه؟ عشان ما يتنقلش الجزء. فالمفاجأة انه هو ايه؟ مسكش الترانسميتر. بس انا مش عايز السيمن الالكالاين يخش عشان يزود الايه؟ انفكشن. فالست توصل لغاية الباب وبعدين يجي لها فكر خربش بقى اللي على باب العيال. لا دلوقتي هو قال لك بلاش جماع يبقى عشان ما تنقلهوش لجوزك. طب انت واثقه في نفسك يبقى هو جه من جوزك يبقى جوزك جابه منين؟ دكتور هو حضرتك بيتنقل ده بالاجتماع؟ لا حضرتك العفن ده جزء من التكوين سيادتك. يعني ده العفن ده كان عايش عندك في الفاجينا بقاله سنين. ده اوتو انفكشن. ده ايه؟ اوتو انفكشن. بس خد فرصته مستغلا ظاهره الانفلات الاب. سهله ادي البكتيريا الفاجينوس. حلوه حلوه. اللي عمل الانفلات الاب ايه بقى؟ واحد مين اللي بيضايق اللاكتوباسيلاي؟ الالكالي. وهم دول نفس الحاجات اللي بتساعد مين؟ فيبقى اللي بيساعدها ان جوزها بيعمل التعليق وزياده. انتر كورس كتير يعمل الكالاين. نمره اتنين بتستخدم الكالاين فاجينالدوس. فهمتي قصدي ولا لا؟ ولكن كل ده يبقى نظريات. ويبقى ان الكتاب بيقول لك ان اللاكتوباسيلاي ديكريس فور انوان ايجيولوجي. ولكن يبدو ان الالكالاين فاجينالدوس والفريكوانت انتر كورس بيساعدوا على هذا الكلام طبعا بالاضافه الى المنستريشن. بالاضافه الى المنستريشن. حبايبي الحلوين ترايكوموناس فاجينالس. يبقى احنا قلنا في عندنا رقم واحد بكتيريا الفاجينوزس. بفكر حضراتكم ان البكتيريا الفاجينوزس شعارها ايه؟ الاشتراكيون الثوريون والانفلات الامني. قصه قصيره لأحمد موسى. المهم طيب خش على اللي بعده على طول. ترايكوموناس فاجينالس. ترايكوموناس فاجينالس العنوان بيعوم على عمر. بيعوم على ايه؟ على عمر. مين دول بقى؟ ترايكوموناس فاجينالس ده حد اهبل كده قعد بقى البكتيريا الفاجينوزس بتتكلم كلام مقعر
جامد جدا والشواشي العليا للبرجوازيه والامبرياليه المتعفنه في مش عارف ايه كده. قال لك بس احنا معاهم زي ما يعملوا نعمل. هم عايزين بي اتش اكتر من 4.5، طب علينا بي اتش اكتر من 5. ايه رايك بقى؟ اهو جيت. طب هم بيعملوا بتاع ده عايزين بري ديسبوزنج فاكتور انكرا، ايه احنا معاهم. فاهمين الفكره ازاي؟ عايزين يتعالجوا بميتروديازول، عليا نعمل متعالجين بميتروديازول احنا كمان. ايه رايك؟ اختاروا نفس الحلول نفس الظروف. فاهمين الفكره؟ بس كلمه بيقوم على عينه دي تفكروا ان دي بروتوزوا فله. عارفين الترايكوبونس فاجينالس؟ البارا احفر ماده في الكليه. تخيل واحد يتخصص ان يقعد طول النهار يتفرج على دود وامل، يبقى ده تخصصه. رجع تخصص لي بارا خير ان شاء الله. احنا حياتي دلوقتي كلها ديدان وامل الحمد لله، ربنا كرمني. المهم يعني ها؟ ترايكوبونس فاجينالس عبارة عن بروتوزوا فلة. يعني ايه بروتوزوا فلة؟ فلاجيليتد، حتى بتعوم على عمر. فلاجيليتد فلة ال لارجر ذان ليكوسايت. وهنا تبتدي تفهم انها مش بس بتعوم على عمر، دي بتعلي عليه شوية. يعني هو ما كانش عامل انفلاميشن، هيبتدي دي تعمل ايه؟ انفلاميشن. بدليل ان لما هاخد الفريش دروب هلاقي ليكوسايت والاقي البروتوزوا اكبر من الليكوسايت. الايه الاخرانيه؟ تتوقعوا تبقى ايروبيك ولا انيروبيك؟ اصلا مش بتعوم على عوم ولا لا؟ يبقى احنا معفنين زيهم ان شاء الله. انيروبيك. فهمتوا الشعار؟ بتعوم على ايه؟ على عومه. يبقى الكوزاتيف اورجانيزم بروتوزوا فله فلاجيليتد ولارجر ذان ليكوسايت وانيروبيك، صح؟ الروت اوف انفكشن. هنا نختلف. البكتيريا الفاجينوزس دول كانوا قاعدين كومنسل واوتو انفكشن واستغلوا ظاهره الانفلات الامن. دول لا، ده اورجانيزم يا يبقى سيكشوالي ترانسميتد، يجي عن طريق العلاقه الجنسيه مفهومه دي، يا اما كان كونتامينيتد فيهيكل. يعني ايه كونتامينيتد فيهيكل؟ زي ما قلت لكم كومن بقى، ده هنروح بقى المكان بقى ايه عشوائيات العشوائيات، خلاص؟ اللي هو كومن اندر ويفز ولبس بقى مشترك، او البسين بتاع مركز الشباب الحبانيه ده مليان تريكومونس عادي خالص. فاهم انت الفكره؟ كونتامينيتد فيهيكل يعني في حاجه نقلته، عملت دي ان سي عن الدكتور صميده تحت كوبري منوف العزب اللي في مش عارف ايه. انا بقول اقول اسماء ما اعرفهاش، اوعوا حد يطلع من هناك عشان ما انا بقول اسماء ما اعرفهاش مش موجوده في الخريطه عشان ما يبقاش في حد ايه يعني. المهم يبقى فهمنا يعني كونتامينيتد فيهيكل. يبقى يا اما سيكشوال ترانسميتد ديزيز يا كونتامينيتد فيهيكل، يعني في حاجه عليها الاورجانيزم حضرتك لبستيها دخلت جواك. ما هي حتى سيكشوال ترانسميتد ديزيز ده كونتامينيتد فيهيكل اسمه البينس. فاهمين قصدي ولا لا؟ اوكي. خدتوش كونتامينيتد فيهيكل يا اولاد في ال خدتوها في البارا والبكتيريا والحاجات دي في المايه. طيب الله اكبر عزة الله. يبقى سيكشوال ترانسميتد ديزيز يا دكتور فيهيكل، سيكشوال ترانسميتد ديزيز او كونتامينيتد ايه يا دكتور؟ فيهيكل. البري ديسبوزنج فاكتور هي ما احنا اتفقنا انها بتعوم على ايه؟ على عمر. فهبص الاقي واتعلي عليه فاجينال ديسشارج، فاجينال سوري انتركورس الكالاين فاجينال دوشن منسترويشن، نفس الكلام. طب حلو، بعد الاتيولوجي نيجي بقى للاريتيشن. هنا الاقي كان الاول مايلد اريتيشن، صح؟ هنا بقينا مودريت. ابتدت العيانه الاول مره تهرج، احنا قلنا بيعاني ايه؟ عليه في عيانه الاول مره ايه؟ تهرج. يقول لك عندي مايل ديسبارونيا، انا بس مش في ريحه وحشه، ده في الم اثناء الاجتماع وريحه وحشه بعد الاجتماع. شفت الاجتماع باص كله خالص اهو، يبقى في الم اثناء الاجتماع وريحه وحشه بعد الايه؟ الاجتماع. هنا ابتدت تبقى بتعاني يعاني، ابتدى يبقى في ريبيتيف سيمبتومز، ابتدى يبقى فيه بيريورايتس وسوربس ودسمنوريا، بس ايه؟ مودريت.
مش سيفير، ايه؟ مودريت. ديستشارج. تبتدي توصف لي الديستشارج وهي بتوصفه الاقيها بتوصف شب من عصير الليمون. فاكرين الاولانيه؟ الاولانيه كانت سمكه ايه؟ بولتش. الثانيه دي شب من عصير الليمون. اوصف يا دكتور الاماونت ايه؟ عادي، مش انا قلت شب اماونت كلر يلو. اه جرينش يلو. بص اوصف ما تتعذرش. جرينش ايه؟ يلو. كونسيستنسي فروثي. لا هو فروثي. القوت سموزي. عايزه سموزي عادي. معاك حاجه غرفت فيها ممكن تروحها؟ غرفت. الحاجة الوحيدة ان يبدو ان الكوباية دي او الشوب ده متساب بقاله 3 4 ايام لغاية لما بقى فيش يقدر برضه يعمل فيا موت نفسي يعني. خلاص؟ اوكي. يبقى هنا احنا بنوصف ايه يا دكتور؟ شوب من عصير الليمون. الاماونت بتاعه بارفيوس والكالر جرينش يلو والكونسيستنسي عارفين فروسي ولا لا؟ اللي هو تلاقي بتشرب ليمون تلاقي شنب كده، هي برضه نفس الفكره تلاقي شنب بره كده. واودر فيشي اودر، ودي الحاجه الوحيده الايه اللي عندها. طيب ماشي. هاجي اكشف عليها بقى. شوفوا الجمال. الاقي ستروبري فاجاي. الله! احبك يا فرغلي. المهم. يعني ايه ستروبري فاجاي يا دكتور؟ يعني الاقي الفاجينا لونها احمر وفيها بيتيكيال سبوتس. هوريها لكم. شبه الفراوله. بقى عندك ليمون وفراوله اللي انا بحب الحاجات المزه بشكل عام يعني. يبقى هنا ستروبري فاجينا ده ساين اوف انفلاميشن، صح ولا لا؟ ان الفاجينا دي كده. ده مش بس بلاقي الفاجينا الستروبري، بلاقي السيرفكس ستروبري، وساعات الاقي اليوريثرا ستروبري، والريكتم ستروبري. يعني موضوع عارف غيط يعني، فاهم؟ وهنا يتضح لينا ان يبدو ان الترايكوموناس فاجينالس بتمتد من الامام للخلف. بتمتد من يعني من اول اليوريثرا لغايه فين ورا؟ على عكس مين؟ البكتيريا الفاجينوس اللي ما كانتش بتمتد ولا زفت، صح ولا لا؟ اوكي. العينه اشتكت، كشفنا عليها، شفنا اريتيشن وديستشارج، نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نعمل مزاي. هلاقي في اكش ايه؟ اكتر من 5 بقى المرة دي مش 4.5. صح. كالتشر وسنسيتيفيتي. دايموند ميديا. اسمه ايه؟ هو احنا بنزرع؟ لا. بس المرة بعد الفرغلي انت هتلاقي دماس هات منه دايموند ميديا ويبقى كملت المجموعة في جامعة الدواء، يعني ما تخرجش بره ولا. بس دايموند ميديا وانت فاكر ان احنا ما بنزرعش. نحن ايه؟ نحن لا نزرع الشوك. هنجيب فريش دروب من الديستشارج. في الميكروسكوبيك اكزامينيشن هنلاقي ايه؟ بروتوزوا فل. فلاجيليتد. لارجر ذان ليكوسايت. وهي روب. في لاكتوباسيلاي؟ لا. طب بس في ليكوسايت؟ يبقى ودول الثلاث حاجات دايما اللي بتعمل عليهم كومنت لو حضرتك واخد بالك، على الاورجانيزم واللاكتوباسيلاي والايه؟ والليجو صح او البصل. يبقى هنا هلاقي بروتوزوا فله. نعم لقيتها اهي. والاقي معاها ليكوسايتس اهي، شايفينها؟ بس هي لارجر ذان الليكوسايت. بس ما لاقيش لاكتوباسيلاي. بس ما لاقيش ايه؟ لاكتوباسيلاي. ما عشان هي ده بريدسبوزنج فاكتور، ان هي برضه محتاجه الانفلات الامني، محتاجه لاكتوباسيلاي تبقى قليله. حلو يا اولاد؟ كويس. احنا قلنا في مايكروسكوبيك اكزامينيشن وفي اضافه. ايه الاضافه اللي هتحطها؟ هتحط نقطه سلاين على الديستشارج عشان البروتوزوا تزقطت وتبلبط. يبقى احط عليها نقطه ايه؟ سلاين. ميه عشان اعومها. اصلا بتقوم على عومه، بتقوم على عومه بورسعات. يبقى احط عليها نقطه سلاين علشان البروتوزوا تزقطت وت ايه؟ وتبلبط. جميل واسمر.
اصدقائي اعزائي، شخصت ابتدي اعالج جنرال ميجرز، الباقيه معفنه، خلي انتي استاملك وستيرويد تبديدا لاسم الفنجان خالد، ذن ابتدي ادي انتي مايكروبي. اوعى تنسوا انها ايه؟ بتعوم على عوم، يبقى هتاخد مترو نفس المترو خط الاول، يعني مفيش اي اختلاف. يبقى هنا بتعوم على عومه وعلاجها هو نفس المترو ميدازول. طب ينفع تاخد تيميدازول اورميدازول؟ ما يجراش حاجه، المهم يبقى العلاج من عيله ايه؟ ميدازول. جرام جرام ونص اتنين، هقول الكلام ده انا مش عايز التفصيل ده، بس احنا عرفنا ان العلاج من عيله مين؟ ميدازول. كويس، اديني فسحه كده. اسمك ايه؟ فسحه بس خش يعني روح. كانت واحده فانجل زي فولفا جاينات. لا ايه بقى ايه بقى ايه؟ هنلعب بقى فانجل مورفا جاينايتس الثورة المضادة. ام 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 خليه لينا يا رب. بصوا بقى لا احنا الجزء ده بنحب السري اصلا مش هنقول. طب بص يا سيدي، بص يا سيدي، ايه الحكايه هنا بقى؟ الفانجر بيشوف الاشتراكيين الثوريين عايزين ايه ويعمل عكسه على طول. يعني يقولوا حضرتك احنا جرام نيجاتيف، يقول لهم مالي احنا بقى نحب الجرام بوزيتيف. يقول حضرتك احنا انيروبيك، ما جراش حاجه احنا ايروبيك ان شاء الله. يقول حضرتك احنا عايزين البي اتش اكتر من 4.5، يقول لهم مالي احنا عايزين بقى البي اتش اقل من 4. قلت لكم بلاش اصطادات سياسيه، انا بشرح هي الافيه اللي حكت. يروح حضرتك احنا بنعمل الريتيشن صغير وتتشارج كتير. نو مان نعمل الريتيشن كتير وتتشارج صغير. يقولوا اصل احنا علاجنا من عينه نيدازول. يقولوا لا اصل احنا بنحب عينه كونازول. ما يعني ايه كده؟ الله، طب ما تيجي نشوف. يبقى الاول الكوزاتيف اورجانيزم هنا فانجس، هما بيقولوا له احنا بكتيريا احنا فانجاي، والفانجاي دي يا اولاد الوان، الوان في البيضة كانديدا المشهوره قوي اسمها كانديدا ايه؟ دي اوروبي، دي كانديدا ايه؟ البيضة. ودي الكومنست كانديدا. الكانديدا دي بتبقى عامله ازاي؟ لهو على السبوره اللي اتملت بس خلاص. الكانديدا دي بتبقى عامله عباره عن شرايط طويله كده وطالع منها برب 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 براهم صغننه كده. الشرايط الطويله دي اسمها هايفي، والبراعم الصغيره اسمها مايسيليا. انا عارف ان ده ضد عقيدتك. هيفاء في اللغه يعني طويله مش يعني مدوره. معلش انا فاهم ال كلمة هيفاء أصلا في اللغة يعني إيه؟ هيفاء طويل. فالحاجات افهم اللغة مالكش دعوة بميلودي تتحدى الملل، هنجمع على اللغة. الشرايط الطويلة دي اسمها هايفي، والكور الصغيرة دي اسمها إيه؟ مايسي. كانديدا البيكاس بيبقى لونها أبيض. أنتوا عارفين شكل المونيليا الفرش؟ شفتوها في الإم تي أكيد. كويس. دي البيضة. طب السودة؟ افريقيا جيلبرتو كانديدا جلابيراتا. كانديدا ايه؟ دي السودا. طب رونالدو كانديدا تروبيكاليس. ادي بقى عشان كاس العالم كله معاك اهو خلاص. يبقى الاساس معاك كانديدا ايه يا دكتور؟ البيكاليس اوروبا. السودا ايه؟ جلابيراتا. والامريكا اللاتينيه دي ايه دي بقى؟ تروبيكاليس. بس انما الموست كومن هنا البيكاليس. جميل وصل. ده الكوزاتيف اورجانيزم. الروت اوف انفكشن بتاخد الروت اوف انفكشن كلها. الروت اوف انفكشن ايه؟ كلها. يعني ايه؟ يعني هي ايه الروت اوف انفكشن بتاع البكتيريا الفازاينوزس يا دكتور؟ ايه يا فندم؟ اوتو انفكشن. والروت بتاع تراكيموناس فازاينالس اس تي دي، دي هتاخدهم كلها. يعني ايه؟
ثلاثة. يعني اوتو انفكشن لان هي كومنسلز موجوده في الجي اي تي وموجوده في الفاجينا حبه منها وسيكشوالي ترانسميتد ديزيز وكونتامينيتد فيكل كمان صح. بري ديسبوزنج فاكتور. بري ديسبوزنج احنا قلنا احنا كنا عايزين البي اتش اخبار ايه معلش. طب معلش انا عايزين البي اتش اكتر من 4 انا اسف يعني. طب هي البي اتش اللي هي اكتر من 4.5 هناك انا عايز البي اتش 4.5 او اقل ايه اللي يعملها شطره اسيدك فاجينال دوش صح. ادي واحد هناك كان بالاستريويشن صح. هناك قلنا سوري الاول معلش عشان نقابل الحاجات هناك قلنا الكالاين فاجينال دوش جينا هنا قلنا ايه اسيدك هناك قلنا من استريويشن هنا هنقول سي او سيز او بريجننسي اللي هي الهاي استروجين كونديشنز سي او سيز او ايه او بريجننسي مفهوم ولا لا. يبقى هنا دي المقابله بين الاثنين انا هنا هاخد اسيدك فاجينال دوش هنا هاخد سي او سيز هنا هاخد ايه بريجننسي كويس وده معناه ان اللاكتوباسيلاي تبقى ايه يا اولاد عاليه كويس هتضيف ليهم زي اي فانجل انفكشن ايه اهم بريدسبوزنج فاكتور لاي فانجل انفكشن برود سبيكترم انتي بايوتيك لو اميونيتي يعني انا هلاقي الفانجل فولفو فاجينايتس دي ولازم تبقوا عارفين في العيانه الدايبيتك يا لهوي لو العيانه الدايبيتك دي بريجننت سلمي على المتر لذلك من ضمن الكومبليكيشنز المشهوره لو حد فيكم كان الدايبيتس بيتشرح في راوندات الاسبوع اللي فات ولا قبليه يقول لك انفكشن سبيشالي كانديدا اشمعنى اصلها دايبيتك وايه وبريجننت عشان هي بريجننت هلاقي البي اتش ايه اسيد اقل من 4 وعشان هي دايبيتك هلاقي الاميونيتي ايه بقى عندها اثنين ريسك فاكتورز ان الريسك فاكتورز بتاعه الايه مفهوم ولا لا. يبقى دي فكره كيف تفعل البي اتش كويس كده حبايبي بريدسبوزنج فاكتور خلصت الايتيولوجي تعالوا نروح نشوف لايه الكومبلين خير يا ستي بتشتكي من ايه في نازل عليك افرازات لا اسال على راي المثل قال اللي منزلش بره اكيد لازق جوه عارفين فكره المونيليا اللي ترش مش المونيليا اللي ترش الفانجاي بتبقى لازقه جوه لذلك ما بتنزلش بره تقول لا يعني فيش حاجه خالص نازله تقول لك لا في حاجه كده زي ملعقه من الجبن القريش وجبه كامله تتهلكوا النهارده يا اولاد ملعقه من الجبن القريش يلا اوصف اماونت كلر كونسيستنسي اوضر كده اماونت ايه قليل كلر وايت كونسيستنسي ثيك او سيمي سوليد اوضر مفيش خدت بالكم عكس التاني في كل حاجه ما عدا اللون صح الاماونت هناك كان بورفيوز ما انا قلت لكم الثوره المضاده صح اماونت هناك كان بورفيوز هنا ايه لان على راي المثل اكيد اللي ما نزلش بره اكيد لازق ايه هو فبما ان المونيليا الفراش بتلزق في الفاجينا زي البق يبقى الدستورج بيبقى قليل سكنتي لونه ايه ابيض كونسيستنسي بتاعه ثيك والاودر ملوش ريحه ست تقول لك بجد والله ما هزار والله بتقول كده بيقول لك بتنزل مني افرازات زي الجبنه او زي الزبادي تقول لك طب في حساسيه او هرش يا لهوي يا لهوي أني جوزي نشار بيرجع بالليل من الشغل باخد الفارة بتاعته ودي ادي ادي انا على السيرفسس بيوبلز دلوقتي يا دكتور شايفه حساسية وهرش غير طبيعي اسطوري رهيب بتمسع بتمسع انا جوزي بيشتغل في المطافي بيجي هو وزملاته بالليل يجيبوا الخرطوم ويطفوا النار ويطفوا النار ويطفوا النار أو لا يا وليه يا هبلة يا هبلة أنا بشرح لعينيني كده أقول لها المية اللي انت عمالة تحطيها دي عمالة تسودلك الفنجل انفكشن حضرتك لو جبت رغيف عيش وبلتيه صح وحطيتيه على فوق التلاجة وجيت الصبح هتلاقي عليه بقع خضرة لأنه الفنجاي بتحب المية You should keep the area dry and clean تجيبي بقى الششوار تقعدي على عين البوتاجاز مش قضيتي انا عايز المنطقه دراي اند كلين حضرتك دي تصرفاتها بقى مش دعوه بالحاجات اوكي افتكر يا اولاد
فاكرين الثورة المضادة؟ خدت بالكم ولا لا؟ أنا جيت في الديسشارج، بصوا، وصفت كل حاجة ضد السمكة. أنا جبنة، وفرق بين تعشى سمك وتعشى جبنة أكيد طبعا. ولما جيت أتكلم على الديسشارج، على الإريتيشن، هناك كان جوزي نجار، وكان بيحصل اجتماع عادي جدا، وكان مشكلتها في الريحة اللي بعد. انما هنا الراجل ما كانش بيلحق، ما بيخش مرحله الاجتماع، بتاخد الفرا من على الباب. فاهمين الفكره؟ هرش وحساسيه غير طبيعي، ريتيشن غير طبيعي. الريتيشن سيمتومز وساينز، ابص الاقي الفاجينا مزنهره حمار وحلاوه بطيخ وفيها نقط بيضة اللي هي ايه؟ المونيجر ترش. فاكرين البكتيريا الفاجينوزس ما كانتش بتنتشر خالص، صح ولا ليه؟ هنا الترايكومونس فاجينالس كانت، استنى بس، الترايكومونس فاجينالس كانت بتمتد من ورا لقدام، يعني تعمل ايه؟ يوريثرايزر. الفونجل بتلعب على الوينجات. يقول لك كده في الكتاب، وسؤال ام سي كيو مشهور، انفولفمنت اوف جينيتوكرورال فولد. فانت طبعا مش فاهم يعني ايه جينيتوكرورال فولد، اللي هي خلنا الرجل اليمين والشمال بالفخ الحته. طب اقولها لكم بالعربي، ما اعرفش عارفينها ولا عفيت سلوخات؟ يقول لك ايه؟ سلخوا العيال، سلخت. ابص بقى مين اللي ضحك؟ ليه؟ عشان زيي، فاهمين؟ السايز ده ولاد هو اللي بيسلخ. فالواد مايو اول ما سمع هو عارف لو انت لا قدر الله مع الاحجام السباتين دي قعدت يوم ولا اثنين ما تستحمشش، فبص تلاقي نفسك وانت مروح هو ده يا بابا اللي اسمه involvement of genitocrural fault. ده اسمه ايه يا دكتور؟ involvement of genitocrural fault. يبقى لما قارن الثلاثه يا دكاتره، لما قارن الثلاثه يا دكاتره، الاقي البكتيريا الفاجينوزس ده رش ما يبلش، رش حاجة، يعني هي تنتها ايه في المنطقة؟ هي أصلاً كانت بتعملش إريتيشن ولا زفت أصلاً. وبعدين ايه؟ الترايكومونس فاجينالس انتشرت في محور أمامي خلفي، بينما الفانجل لعب على الجناب. انفولفمنت اوف جينيتوكرورال ايه؟ مفهومة ولا لا؟ خلصنا السيمبتومز والساينز انفستيجيشن. البي اتش قولهم قولهم، ها؟ البي اتش اقل من ايه؟ 4.5. طب عارفين الكالتشر والسنسيتيفيتي على الميديا اسمها ايه؟ صبروا القلب الخالي صبروا. بحاول اجيب طبق الحليب دي من ده. المهم يبقى كالتشر والسنسيتيفيتي على سبارو ميديا. طيب تعال بقى ناخد ديسشارج، ناخد ايه؟ ديسشارج. هنبص نلاقي ايه؟ لا الاول هنبص نلاقي فانجاي، كويس؟ في ليك، في لاكتوباسيلاي ولا لا؟ في ليكوسايتس ولا لا؟ في ليكوسايتس، اللاكتوباسيلاي والليكوسايتس موجودين، ما احنا اتفقنا الثوره المضاده، فاكرين الثانيه كانت كلها نيجاتيف، المره دي كلها بوست. اول مره حطينا ايه على الديسشارج يا دكاتره؟ بوتاسيوم هيدروكسيد، عشان من ريحه الحاجه، فاكرين ويل تست. تاني مره حطينا ايه؟ ليه؟ عشان يظبط ويبلغ، ما كل واحده ليها ده. المره الثالثه هحط الاثنين، ليه بقى؟ لما بتيجي تاخد الفنجاي، بصوا عليا كده، بيبقى الحاجات ايه؟ رابطه ببعضها كده، مش عارف تشوف، فبتحط عليها بوتاسيوم هيدروكسيد وصلايم عشان يفكوا، تفك من بعضها وتقول لك ايه؟ انا هايفا انا وحاجات كده، خلاص؟ فيبتدي تشوف بقى الهايفي والايه؟ والمايسيد. يبقى الاولاني حطينا بوتاسيوم هيدروكسيد تحت شعار من ريحه الحبه. حطينا صلايم عشان يزقطط ويبلبط. حطينا الاثنين على الفانجاي عشان تقول لك انا هايفا انا 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 انا. ست طيبه جدا. المهم العلاج جنرال ميجرز، وزي ما قلت لكم شي شوت كيب ذا فالفا دراي اند كلين، لازم تمتنع عن الموبقات وما يغضب الله. وبعدين
انتي هيستاملك ومش عارف ايه وكده، وبعدين ابتدي اعمل ايه يا دكتور؟ قولوا لي كده انتي فانجل. عيله ايه بقى؟ عيله كونازول. عيله ايه يا دكتور؟ كونازول. بصوا عليا، بصوا عليا انا، اورال وفاجاينا، اورال وايه؟ وفاجاينا. بصوا عليا انا، ببصوا في ايه؟ ولذلك حكمه. بيقول لك ايه؟ اترا فلو اورال. يعني ايه؟ يعني الاورال اسمهم اترا كونازول وفلو كونازول. سهله؟ يبقى ايه؟ اترا فلو اورال. طيب، طب الفاجينال؟ ماي ماي طاي وروح بيوت الفاجينا. مش هنقول بيوت ايه بقى؟ ممكن تبقى. المهم ماي طاي ظبط نفسي واروح بيوت الفاجينا على طول. يبقى تاني بقى، يبقى في اورال وفي ايه؟ الافيه بس بتحكم والله. افيه تخش سفره كده. بص يبقى وقت. طبعا اللي ما فهمش الافيه يروح بيت يحفظه. مش كده؟ خلاص عادي. بس اترا كونازول، اترا كونازول، اترا اترا عن كده، اترا حاجات كده. احفظ زي ما انت عايز. بس انا لما اقول ايه بقى؟ اترا فلو اورال. خدت بالكم من المكان؟ اترا فلو اورال منطقه. ماي طاي بيوتا فاجينا. طيب يبقى معلش كده، الاورال اسمهم ايه يا دكتور؟ اترا كونازول فلو كونازول. الفاجينا اسمهم ماي كونازول داي كونازول بيوتا ايه كونازول. سهله ولا لا؟ كويس. اسمعني اعمل معروف، ايه رايك في اللون الموف؟ بصوا بقى يا دكتور، بص يا دكتور دلوقتي ايه؟ لو انا عندي ثلاث عيانات، ثلاث عيانات، عيانه هو ينفع عيانه فيرجن يجي لها انفكشنز دي؟ عادي، ايه عادي. عيانه فيرجن ادي واحد، وعيانه حامل، وعيانه متجوزه. خلاص كده؟ عيانه فيرجن وعيانه حامل وعيانه متجوزه. هو سؤال سهل خالص خالص، ما اعرفش ليه يجي في الامتحان كده. يقول لك قول لي بقى لو العيانه دي متجوزه ولو حامل ولو فيرجن هتعمل ايه؟ ان شاء الله لو فيرجن بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه اورا. معلش يا عم، معلش حقك عليا. خلاص؟ يا سؤالك كومبايند اورال وفاجينال وبتاع ده ايه؟ خلاص ده اللبس ده. طيب يبقى لو العيانه فيرجن هتاخد ايه؟ اورال. والله العظيم يا اولاد بتنسوا، اقسم بالله بتنسوا. اصل الانفكشن ده اهم شابتر، لانه انت هتشوفوه حتى وانت جي بي هيجي لك العيانه اللي ما اعتقدش ان شاء الله بعد النهارده. على فكره عيادات الجي بيز وعيادات النساء، مش انا قلت لكم امبارح انفيرتيلتي وديسشارج فاكرين؟ لا ولا لا امبارح لسه قايل لكم. فانت هتلاقي الديسشارج دول بالهبل بتوع الفولفاج بالهبل. فانت لازم كويس قوي تو ايدنتيفاي ثلاثه من بعض، واعتقد ان شاء الله بعد الحصه دي هتعرفوا تعرفوهم من بعض كويس. بعد لما تعرفهم من بعض عايز نكتب روشته. لو لاحظتوا كل واحد فيه منه اورال وفيه منه ايه؟ فهيقول لك اللي تشويس، انا اختار الاورال امتى والفاجينال ايه؟ هقول له الاورال في الفيرجن ماشي، او في الست اللي هي ما بتسرحش للفاجينال. طيب لو ست متجوزه انا احب الفاجينال، هو بيخلي الفاجينال مغرفه ويساعد جوزها ان هو ايه؟ يبعد عنها. بس ما تنساش اللي متجوزه تعالج جوزها كمان، سبيشالي في الترايكوموناس والفانجر. في الترايكوموناس ومين؟ هنا مش مهم، مش مهم عن الجزء احنا فعلا من سيكشوال ديزاين. احنا اصلا بعدناه عنها ليه فاكرين؟ عشان الالكالاين ايه؟ لزيمة مش كده؟ انما في الترايكوموناس والفانجر فولفو فاجينايتس اي شو تريد ذا ايه؟ ذا هاسكت. مفهوم ولا لا؟ كويس. وبعدين فكروني عليك بايام اللي راحوا كده؟
اورال وفاجينا. لو العيانه بريجنان تاخد اورال ولا فاجينا؟ لا فاجينا. ليه بقى؟ هي دي الفكره اللي بتيجي تقول لك اورال، يقول لك مش الحمل هنا، ابعد عن الشر وغنيه. ده شغل ايه مصطاد. انما بقى ايه لما اخد اورال، اسمعيني بس، لما اخد اورال يبقى انا داخل عشان الريسيركيليشن، يبقى اروح للبلاسينتا واشتغل. انما لما اخد فاجينال يبقى انا هشتغل لوكالي وذ مينيمال سيستميك ابزوربشن. مش معنى ان هو محطوط جنب البيبي انه هيروح له، لا، هو عشان يروح للبيبي لازم يروح السيركيليشن ويخش من البلاسينتا، مش هيخبط على السيرفيكس. معلش ده عايزين نخش في ده، مفيش كده. يبقى انا بالنسبه، يبقى احنا عملنا ثلاث عيانين صح ولا لا؟ العينه اللي متجوزه عالي جوزها سبيشالي في الترايكوموناس فاجينالس وفي الفانجل جولف وايه فاجينالس. العيانه اللي مش متجوزه الفيرجن اديها اورال صح. افتحي لي يا دكتوره بتاعي، افتحي لي النور اللايت. العيانه اللي هي مش متجوزه هديها الفيرجن، هديها اورال. مين اللاعب في البتاع ده؟ هديها اورال. العيانه البريجننت هديها ايه؟ فاجينا. سهل ولا لا؟ بسطته. ده الفولف فاجينايز. شفتوا سهل ازاي؟ شفتوا سهل ازاي؟ عايزين نعمل ايه؟ نتفرج على كام صوره، الساينز والسيمبلز اللي احنا قلناها، وبعدين حواريكم البوست مونوبوزال بيجي ازاي، والتشايلد هود ده يعني دول بقين وبقين يعني ده الاساس. وبعد كده نروح للفاصل بتاعنا. افرين نور يا دين لو سمحت. معرفش النهارده حسيت ان احنا ان انتم محتاجين اكتر تتفرجوا على مين يعرف. تعالى يا دلفي عشان تشوف بقى كويس. مين يعرف واحنا ماشيين نتفرج يملى الجدول؟ مش انت قاعد هنا؟ اقعد يملى الجدول. اكمله لك بعد البريدسبوزنج فاكتور اهو. هكتب سيمبتومز وساينز وانفستيجيشن بي اتش زاك كالتشر وسنسيتيفيتي ودروب اوف ديسشارج. بعد كده تريتمنت جنرال ولوك. خلاص كده؟ يلا خد امسك اهو يا خالص. بس كوك القلم بقى يعني ده شرف شرف. فين داتا شو؟ فين؟ مش مهم يا حبيبي. لا انت بتعمل ايه؟ لا انا ما بكتبش حاجه، لان انا اقول لك انت هتكتب في دماغك. انت بتكتب ده كتب جاردنريلا واوتو وبتاع. لا ما شاء الله دكتور مصطفى، ده انت تيجي تقف في مكاني بقى. طيب بص يا دكاتره، مايكروبيال فولف فاجينايتس، بكتيريال فاجينوزس، ترايكوموناس فاجينالس، فانجل فولف فاجينايتس. انا مبسوط قوي شايفين. اولا يلا مصطفى الانسيدنس، اول حاجه ممكن اجيب كرسي واقعد جنب دينا وازيع من هناك. ومصطفى مش عايزه يشوفها مصطفى. ها هيقعد يقول لك ابعد وحاسب عشان تحس بيا. شفت المجرم عمل ايه؟ هو بيتمتع بشفافيه اكتر مني، هم يشوفوا من خلاله. يا عم خلاص، لا مش هتشوفه كده كده، يعني انا لو رحت في الفرح مش هتشوفه. الانسيدنس يا مصطفى 60% is the commonest cause of vulva vaginitis. اتفقنا؟ كويس. نمرة 2 الايتيولوجي، فاكرينه؟ الاورجانيزم، بص يا ولاد يعني ايه كلو سيل؟ لا ما خلاص ماليش حق، لو مشيت مش هتشوف. انت كده شفتي؟ لا تقلق. اشمعنى الواد ده بيشوفه من خلاله يعني؟ طب اقعد هنا مكان مصطفى. والله العظيم بتعملي معامله مرات الاب. يعني كرسي كان مستحمله مش هيستحمله.
طيب بص يا عم الاورجانيزم زي ما انتوا شفتوا بنقول ايه؟ ان اكسبليند رد عليك يا ندى ها؟ ان اكسبليند كريس في اللاكتوباسيلاي بيقلل الفاجينال بي اتش فاجينال اسيديتي بحيث البي اتش يبقى اكتر من 4.5 اوفر جروث اوف اورجانيزمز اغلبتها انيروبيك زعيمهم اسمهم ايه؟ جاردنريلا فاجينالس كتبت لي جاردنريلا فاجينالس يا مصطفى جاردنريلا فاجينالس واخرون لا معلش اكتب واخرون عره شباب مصر خلاص كده هقول لك ليه دلوقتي الروت اوف انفكشن زي ما اتفقنا شوفوا بقى ده ايه جرام نيجاتيف انيروبيك بكتيريا ومعاه بقى بكتيرويد وبيبتو ستريبتوكوكاي وحاجات زي كده الموت اوف انفكشن اتفقنا انه ايه اوتو انفكشن البري ديسبوزنج فاكتور اهم حاجه ان البي اتش تبقى اكتر من طب ايه اللي يعملها كده unknown maybe frequent sexual intercourse معايا لا ده frequent sexual intercourse ممكن يبقى frequent use of alkaline فش كده حكينا قصة البيت وجوزي نجار وقريبتي حكيمة في الأمير فاهمين الفكرة كان قصدي فهمك ايه الحاجات دي كويس طيب وبعدين يا دكتور الفاضل السيمتومز يوجوالي بوست الناسور فاهمين ليه لا ولا يهمك ولا يهمك بسيطة عرفت يا مصطفى ان احنا مش يعني ما تخافش ما تخافش هيشتغل هيشتغل لا هو لازم شوية كده ده ابعد عنه بس السيمتومز يا اولاد يوجوالي بوست الناسور لما يجي هقول لكم معلش النبي من عشان خاطر ربنا لو انتوا حاسين ان انا يعني بذلت مجهود النهارده ما تعملوش صوت لغايه ما يشتغل النبي عشان خاطر عشان مش هقعد اسكتكم ربع ساعه عشان نتفرج على البتاع دي دقيقه واحده ما يشتغل خلاص لا 60% وفولفاجينايز السؤال بتاع ندى حلو شفتوا هتعملوا دوشه برضه برغم ان احنا كله بالغالي ما دام حلو 60% 60% من الستات اللي بيجي لهم فولف فاجينايتس بيجي لهم بكتيريا ايه؟ فاجينوز 60% من الستات اللي بيجي لهم فولف فاجينايتس هتدوس يا نوح كده المفروض يشتغل لوحده لا مش ممكن خلاص يا نوح مش قوي مش انا عارف والله كاتب اللابتوب وكاتب له انرجي وكل حاجه ده يعني ايه كوبي بيست خطا فاهم قصدي بس خلاص ايه اللون دلوقتي فيه لون ازرق واحمر ولا احمر بس ماشي خلاص اول ما الاحمر ده يختفي هتبص تلاقيه اشتغل طب يا اولاد تعالوا نكتب احنا ونتفرج بعدين يلا نكتب احنا ونتفرج بعدين عشان اخلص الكتاب طيب يبقى احنا قلنا السيمتومز بوست منسترال اخبار السيمتومز ايه لازم الاحمر يطفي خلاص كده شغال طب حلو السيمتومز بوست منسترال كويس مينلي ديسشارج ولا اريتيشن ديسشارج خلاص مينلي لا مينلي ديسشارج موافق مينلي ديسشارج الديسشارج هنا شكله ايه يا دكتور اهو عشان ما تنساش سمكه الايه البولج انا جايب لك صورتها اهو لكي لا ننسى بورفيوز ثين بورفيوز وايه وثين جريش وايت كريمي وايت يبقى افتكر المنظر وهو جريش وايت وقلت لكم ليه صح فيش اودر وده بيزيد مع الانتركورس او مع مين مع المنستريشن الديسبارونيا والبريورايتس والهرش والكلام ده فيري ايه مينيمال مهمة دي البارتنر نوت سيكشوالي ترانسميتد ديزيز وبالتالي البارتنر مش محتاج ايه تعالي لما اجي ابص عليها هلاقي ديستشارج سمكه والفاجينا لوكس ان انفليت ودي اول صوره معانا النهارده هناخدها ونكبرها هذا يا مصطفى هناخدها ونكبرها عشان نحط صور الفولف فاجينايتس الثلاثه برضه اولا هتقول لي هو خد البتاع كله خلاص مش مشكله يا ولاد
كل واحد بقى هيعمل ايه؟ عفريت.com بس انا ايه مثلا موبايل محارة وايه لقينا على وصير يعني نشوف انا عامل البتاع دي ايه؟ بص يا اولاد الامتحان هيجي لنا الصورة دي فانت هتقولوا لي ايه؟ لا دي ملتهبة ومش عارف ايه؟ لا معلش طيب يعني فاهمين قصدي؟ طيب ضوء يعني فرق الاضاءة انا عايزك تبص على الدسشارج الدسشارج ده لونه ايه؟ ميلكي وايد اند ثين مفيش حاجة ميلكي وايد اند ثين غير ده فعلوش عطل وهيلخبطني مع الايه؟ كام شطر؟ كام فروث؟ اتنين لو عديتهم ما يبقاش فروثي هوريك الفروثي كمان شوية الفروثي لما تيجي تعدهم كان نفسك هتسقط لان مش هتعرف تجاوب عشان مش هيبقى في عندك وقت لو جبت عندهم لقيت نفسك بتسقط قول ده فروثي ده ترايكون هوريكوا ترايكونس كمان شويه خلاص بصوا في بيكشر يقول لك ايه وبضدها تتميز الاشياء انت دلوقتي شفت اول واحد وانا خدتها وطلعتها لك بره ليه علشان اشوفهم الثلاثه مع بعض عشان نفرق بينهم فانت ايه بصيت على ديه وقلنا ان الحاجه الدايجنوستيك الكاركترستيك اللي فيه حكايه الملكي ايه ديسشارج ملكي وان هتنيل اترزع طيب يا طيب مره كده هقعد الاقي بتاع طيب بص يا ولد لحظه الناس كلها مستنيه لا خلاص فاجينا لوكس اني في الانفستيجيشن يا مصطفى قلنا البي اتش اخبارها ايه اكتر من 4.5 كاتشر على ايه يا جبت الشوكولاته يا بلاش يا ولا وغالبا يا بلاش يا ولا صح الدروب اوف ديسشارج اشطب على كلمه فيكسد بابسمير دي كلمه غلط لو مكتوب عندك اشطب عليها اكتب مكانها مايكروسكوبيك اكزامينيشن اكتب مكان كلمه فيكسد بابسمير اكتب مايكروسكوبيك اكزامينيشن مكان كلمة فاكسد باب سمير مايكروسكوبيك اكزامينيشن بص يا ولاد الخلايا دي اسمها ايه؟ ناخدها بره هات يا مصطفى عشان افهمك يعني ايه مليونية بص يا ولاد يعني ايه كلو سلم مليونيه ولا مش مليونيه خدتوا الاحساس ولا لا فهمتوا اوكي يبقى دي الفاجينال سل وادي البكتيريا متجمعه عليها ودي اللي اسمها ايه يا دكتور كلو سلم حاسب يا مصطفى متعه انا والله والله حاول امارس نفس المره طيب بص يا دكتور يبقى احنا البي اتش اكتر من 4.5 يا تجيب لي شوكولاته يا بلاش يا ولا لقينا هنا ايه جرام نيجاتيف اورجانيزم نيجاتيف نو باسلز نو لاكتوباسيلاي ولقينا المفتاح اللي اسمه ايه جلوسا ويف تست شايفين حطينا بوتاسيوم هيدروكسيد طلعت الريحه شمينا الريحه دي من ريحه الحاجه يبقى ده ايه ويف تست اتفقنا اوكي على فكرة الصورة دي بتيجي بس من غير دي يعني على حضرتك إنما يجيب لك إيه صورة سلايد مكتوب عليها patient secretion potassium hydroxide ودي فيشي أودر وغالبا السلايد بتبقى كده يجيب لك صورة الدسشارج وجنبها الكلوسل وجنبها إيه الويفسات التلاتة مع بعض فدي امتحان بيبقى لطيف جدا طيب قلنا التشخيص الإيه فاكرين الأمس كاركترستيك فاجينال ديسشارج بي اتش كلو سيلز ويف تست عايز ثلاثه من الايه من الاربعه كومبليكيشن اوف بكتيريال فاجينوزس سهله ام تصعب ما هي الكومبليكيشن اوف بكتيريال فاجينوزس ام تصعب يعني ايه مش هي بتعمل لوور جينيتال تراكت تصعب تعمل بي اي دي تعمل يو تي اي فاهمين تعمل بريجننسي انفكشن اللي هو ابورشن سيبتك ابورشن او كوريو امنيتس او بيربرال سيبس يبقى لما اقول لك ما هي الكومبليكيشنز اوف بكتيريا الفاجينوزس تقول لي كلمه واحده ام تصعد فتبتدي تعمل بي اي دي
وتعمل يو تي اي وتعمل كوريو امينايتس وسيبتك ابورشن وبيربرال سيبس. ايه بوست هيستريكتومي فاجينال كاف انفكشن؟ لما اعمل هيستريكتومي وفي بكتيريا الفاجينوزس، بصوا معايا على الصوره يا اولاد. بعد الهيستريكتومي انا باخد غرز هنا في الفاجينال فولت اللي بنسميه الفولت او الكاف اللي هو اعلى الفاجينا. يعني ايه ده؟ طيب من الوند انفكشن، مش انا عملت هيستريكتومي وخيطت الحته اللي فوق، ممكن البكتيريا الفاجينوزس يعمل فيها ايه؟ انفكشن. كيف نعالج البكتيريا الفاجينوزس؟ بروفيلاكتيك، الحفاظ على النظافه الشخصيه والهيلثي. سيبك بقى من الكلام ده، ده الكلام ده كله دش. لوكال هالجين، كيف ذا فالفا دراي اند كلين، ما نستخدمش الصابون لانه اريتنت، نستخدم الملابس القطنيه الواسعه. هلا هلا عارف ايه الولاد اي حاجه. طيب انا طيب بص يا دكاتره، جنرال ميجرز ولا يهمك ولا يهمك؟ هو ايه قطع خالص؟ بص يا مصطفى، ذوق البتاع السودا دي. مات خالص يا مصطفى؟ اه انا فهمت يا درش. في حاجة هنا اللي هي ثانية واحدة يا كده. ده هم حاطين دي. انا فهمت اصبر عليا. هو عامل حركة معفنة وبتاع وجبت لك مشترك جديد. ابعد يا مصطفى خالص عن الحته دي، خلاص ابعد بقى عن الحته دي، مش عايز اكمل الكلام. اقعد افتح بقى، كلكم شايفين كده. افتح يا ابني. محاضره سريه. كوميكال كورتيكو ستيرويد اورال انتي هيستامينيك. يلا دكاتره، دي جنرال ميجرز. سبيسيفيك ثيرابي مترونيدازول اورال او فاجينال. قلنا الاورال 500 مللي جرام قرصين لمده 7 ايام او 4 اقراص تبلعهم 2 جرام سنجل دوز. فاجينال 500 مللي جرام في 2 في 5 ايام. قلت لك في كمان حاجه اسمها كليندامايسين. الكليندامايسين اللي هو الدلسين سي الاورال 300 مللي جرام قرصين لمده 7 ايام، او الدلسين في اللي هو الفاجينال. خلاص ده اللي هو السي كلاس والفي كلاس زي المرسيدس كده. الفي كلاس ده اللي هو بيتاخد ايه؟ فاجينال، بيتاخد ابلكيشن لمده 5 ايام. ترايكوموناس فاجينالس ات از ذا ثيرد كومن كوز 25% فقط. ليه رقم 3؟ لانه ابعد واحد عن نورمال فاجينال بي اتش. يعني هو اصلا الفاجينا اسيدك والفانجل بيجي في الاسيدك، فالفانجل رقم 2. وبس هو الفانجل انفكشن ده ضعيف، فهو رقم 2 لان الاولاني هو البكتيريا الفاجينوزوس اللي هي 4.5. بس ده 5، ابعد واحد عن طبيعه مين؟ الفاجينا. لذلك هو الثيرد كومن كوز 25%. بالمناسبه لما هتيجوا تجمعوهم هتلاقوا 60 و25 و30 مجموعهم كام؟ ليه؟ عشان ده في فرق بين مين ومين؟ الترايكوموناس والبكتيريا الفاجينوزس، صح ولا لا؟ يعني الترايكوموناس والبكتيريا الفاجينوزس ينفع يجوا ورا بعض. لما اقول لك البي اتش اكتر من 4.5 معنى كده ان اكتر من 5 انا مبسوط، صح ولا لا؟ اوكي. الاورجانيزم ده معنى كلمه بروتوزوا فولا يا دكاتره. لو مش شايفين قولوا لي، لان انا مش شايف في ظهري ايه.
فالحاجه اللي انتوا مش شايفينها قولوا لي يعني ايه بروتوزوا فله؟ شايفين المنظر بيبقى عامل ازاي؟ المنظر اللي انا رسمته لكم من شويه، ان ادي الاورجانيزم فلاجيليتد اهو، وليه تيل وليه لونج اكسن تيل وليه فلاجيل. فلاجيليتد بروتوزوا فله، يعني ايه فله؟ فلاجيليتد لارجن دان ليكوسايت. لما تروح البيت هتقعد تسال نفسك يا ترى هو ايروبيك ولا انيروبيك؟ افتكر ان محمد عبد العليم قال لك بيعوم على ايه؟ على عمر في بورسعيد. بريدسبوزنج فاكتور ده بيعوم على عمر. بي اتش اكتر من 5 يعني فاجينال ايه؟ اسيديتي. دول انا بقول لك بكتبهم كده جدعانه، انما هما مش مهمين، الاساس في الاساس از بكتيريال فاجينوز. المود اوف انفكشن ات از سيكشوالي ترانسميتد ديزيز انت ثرو كونتامينيتد ايه؟ فيهيكل. هاندز وتاولز وانسترومنت. واحده بتعمل كحت في مستشفى تحت بير السلم، بتستخدم فوطه في مركز شباب الحبانيه. فروم هاند بقى مش هنقولها بتعمل ايه. سيمبتومز يوجوالي للمره الثانيه بوست منستر. الديستشارج شب من عصير الليمون. المنظر ده ما تنساهوش يا دكتور. ترغلي وهنا توش بالمرتين. جرينيش يلو بورفيوز فروثي. مال اودرس في اريتيتد مودريت. فاكرين هناك كانت مايلد او مش موجوده. بوبيريورايتس ومش عارف ايه وكده. هنا البارتنر ممكن يصاب بيوريثرايتس او يبقى اسيمتوماتيك ايه؟ كاريك. ساينس خلاص تشرش خلاص بقى. فول فاجينيتس. تعالوا بقى ناخد الصوره او ناخد الصورتين دول نتفرج عليهم بره. بصوا يعني ايه فروثي ديستشارج يا سيد نوح؟ يا اللي كنت بتقول لي دي فروثي. يتعلموا يتعلموا. اولا ده المنظر اللطيف جدا اللي انا بحبه اللي فيه الميكس بيكس. شايفين يعني ايه؟ سننقل الثانيه ونتفرج على الاثنين. شايفين يعني ايه ستروبري فاجينا ويعني ايه شب من عصير الليمون؟ هنا برضو الاضاءه هيبينه لك. هو لونه اخضر بس يعني هتقول لي ده بين الابيض والاخضر، ما يعني حقك عليا ما تبقاش حاجه يا سيدي. مش دايما الاضاءه بتبقى روشه، بس لونه ايه؟ مغمق شويه يعني مدي على ليموني ليموني. بصوا شايفين يعني ايه فروثي ويعني ايه ستروبري؟ شايفين الستروبري ولا لا؟ الفراوله بتاع الفراوله اهي بقى. شايف الفروثي يا عم نوح؟ عبال ما تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مش 2 هسقط بقى هسقط دي. وبصوا يعني ايه ستروبري؟ شايفين شايفين الفاجينا والسيرفكس بيبقوا عاملين ازاي يا ولاد؟ شايفين النقط الحمراء؟ بالهنا والصفا يا ولاد. كوكتيل جميل جدا. فيرجن ميري عايزين نسميه كده، نسميه فيرجن ميري. يبقى ايه؟ عباره عن ستروبري اند ايه؟ ليمون. وكانت دينا عايزه ايه؟ سموزي. نعمل لك سموزي يا دينا. يبقى جريش ستروبري فاجينا. بالمناسبه من الحاجات الماركت قوي مع الفريكوموناس فاجينالس، تلاقي العيانه وانت بتفحصها تلاقيها قفشت. فاجينيزمس. فاكرين الفاجينيزمس؟ من التندرنس الجامد قوي تلاقي فيه ايه؟ فاجينيزمس. الانفستيجيشن البي اتش اكتر من 5. الميديا قلت لكم دايموند ميديا، ده لو انت عايز تحفظ كفايه عليك واحده. الفريش دروب اوف ديستشارج بروتوزوا فله في باسلز واللاكتوباسيلاي قليله. احط عليه صلاين عشان يزقطط ويبلط. البتاعه دي مكتوبه في الكتاب وهي فعلا مكتوبه في كذا كتاب. الكولبوسكوب شو تي شيب ذا بلاد فيسل. البلاد فيسلز لما مجدود بصوا بقى يعني البلاد فيسلز يا دكاتره المفروض ان هي فاسكولار تري كده حلو. مع الانفكشن الجامد بيبص تلاقي الفاسكولاريتي بتزيد. فواحد اهبل لما شاف المنظر ده قال يبدو انها بتحتفل بقدوم الترايكوموناس وماسكين يفط مكتوب عليها تي.
مرحبا ترايكومونس. تقولش دونالد ترامب، انما يعني قال لك ايه؟ قال المنظر ده بتاع زياده الفاسكولاريتي يبقى تي شيبد ايه؟ بلس. بس ده اي كلام. الكولبوسكوب يعني انا فسرت لكم التي شيبد وانا قال له احنا مربين حبشتان في البلكونه. قال له يعني ايه بلكونه؟ بص الكولبوسكوب، الكولبوسكوب يا دكتور ده منظار اللي ببص بيه على الفالفا والفاجاين. الكولبوسكوب المنظار اللي ببص بيه على الايه؟ على الفالفا والفاجاين. طيب بصوا بقى، بروفيلاكتيك جود لوكال هايجين. جود لوكال ايه؟ هايجين. احفظوا معايا كويس انديكيشن ولوكال هايجينيك ميجر. كيف تفضل دراي اند كلين، مفيش صابون، وهلا هلا على الفانيلا. جنرال ميجرز لوكال توبيكال كورتيكوستيرويد واورال انتي هيستامينك. ماشي. السبيسيفيك ثيرابي مترونيدازول اورال فاجينا، نفس الدوز نفس الدوز. بس هنا بقى المترونيدازول قد ايه؟ واحد. هناك كان ايه؟ اثنين. امسك يا مصطفى مش هقول تاني، اكتب على السبوره كده مترو، اكتب كده مترو مترو، واكتب تحتيها اور اور. خلاص تي، لا تي اي، مترو اور ايه تي، واكتب جنبهم ميدازول. اكتب جنبهم ايه؟ ميدازول. يبقى في كام سنجل دوز ثيرابي؟ ثلاثة. اسمهم ايه؟ مترو. انتوا فاكرين مترو اور يعني بخيركم، مترو اور تي. لا وانا عازم عليك يعني تركب المترو ولا تشرب الشاي. لا، مترو اور تي، مترو نيدازول اور نيدازول تي نيدازول. سهله. مترو نيدازول، هو في اسمه كده، اسمه ايه؟ اور نيدازول، والثالث اسمه ايه؟ تي نيدازول. بالترتيب تقول مترو اور تي، مترو اور تي، وتكتب جنبهم واحد واحد ونص اتنين جرام سنجل دوز. تكتب جنبهم ايه؟ واحد واحد ونص واثنين جرام سنجل دوز. دي بنقولها بقى، عارف انتم مش شايفيني. المترونيدازول قد ايه؟ واحد جرام سنجل دوز. والاورنيدازول واحد ونص جرام سنجل دوز. معلش يعني صلح. يبقى المترو واحد جرام سنجل دوز، والاور قد ايه؟ واحد ونص، والدينيدازول قد ايه؟ اثنين جرام. اورال يا حبيبي، اورال سنجل دوز، واحد جرام اورال سنجل دوز. زي ما اتفقنا الهاسبند لازم يتعالج والغازيه لازم تنزل. اهو يا دكاتره بصوا كده، الاورنيدازول قد ايه يا دكتور؟ واحد ونص. والتينيدازول قد ايه يا دكتور؟ اتنين جرام. ماشي. انا كده طول عمري بقولها من وانا صغنن، اقول ايه؟ مترو اورتي، يعني نمشي ولا نشرب شاي؟ يعني مترو اورتي كده، فاقولها بالترتيب كده، مترو اورتي. طب مترو اورتي، وقوم ساق واحد واحد ونص اتنين ايه؟ اتنين جرام. معلش انا بقول لكم الكلام ده وانا مقعد. فانجل او ييست فالفو فاجينايتس، زي ما اتفقنا 30% اتد سكند كومن، وعرفنا ليه. خلاص اهو انا هايفه، انا 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 ولي برب 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 براعم، ادي الايه؟ الفانجل. كانديدا البيكانس البيضاء، عشان برزنتيشن قديم شويه، برزنتيشن قديم شويه. كانديدا جلابيراتا، كانديدا تروبيكاليس، دول الثلاث انواع بتوع الايه؟ معلش قديم شويه، انا قديم شويه معلش. المود اوف انفكشن زي ما اتفقنا، بياخد الروت اوف انفكشن ايه؟ كلها بياخد الروت اوف انفكشن ايه؟ كلها. يبقى اوتو انفكشن سيكشوالي ترانسميتد ديزيز از كونتامينيتد ايه؟ فيكل. البي اتش اقل من 4.5 سي او سيز بريمينس. هنتخانق مع بعض. هو اينشتاين كانوا بوست منسترول، ده ايه؟ بريمينس. ليه؟ في ابعد نقطه عن المنستريشن، لان المنستريشن بتقعد تنزل تخلي البي اتش بتاع الفاجينا ايه؟ الكالاين. والست تقعد طول الدوره تبني في اسيدك ايه؟ ميديا، لان طول الدوره فيه استروجين، صح ولا لا؟
في النص الثاني الاستروجين قليل شويه بس موجود ولا لا؟ فهديك مثال، لو انا عندي بعد الدوره 5 لاكتوباسيلاي، ما هو اللاكتوباسيلاي بيخاف من الايه؟ من الدم. 5 لاكتوباسيلاي، الخمسه دول في منتصف الدوره هيبقوا 5000، يبقى ضعف كم مره؟ 1000 مره. بعدين على اخر الدوره ال 5000 هيبقوا 6000. فاهمين قصدي ولا لا؟ بس ستيل بي ايه؟ بيزيدوا، لان في استروجين طول الايه؟ الدوره، لان انا بعيد عن المنستريشن طول الايه؟ الدوره. فالبيك بتاع الاعراض هيبقى امتى؟ بري منستر. على العكس الثانيه اللي هي بوست ايه؟ منستر. بريجنسي قلنا يعني ايه بريجنسي؟ حاضر يا حبيبي، بص لي بس كده عشان انت شايفني. طيب قلنا ايه دلوقتي؟ انت الدم اضلك على اللاكتوباسيلاي، فالبي اتش بقى ايه؟ عالي، صح؟ اللاكتوباسيلاي فضلوا بعد الدوره 5، في نص الدوره مع الاستروجين الكتير قوي يا ابو كام؟ 5000، يبتدوا يقللوا لك البي اتش. في النص الثاني الدوره في استروجين ولا لا؟ في بس قليل، ال 5000 هيبقوا 6000، صح؟ يبقى الاسيديتي هيحصل لها ايه؟ هتزيد تاني، صح؟ يبقى اقصى اسيديتي بتبقى امتى؟ immediately pre menstrual. واضحه يا عم نوح؟ اوكي. اللي مش فاهمها اولاد يقولوا في البريك، يعني مفيش مشاكل. سؤال تاني بقى كده، ده مش هو مش دي المفروض بيشنت بياكل كويس؟ مش لازم، مش لازم. شفت بقى؟ لسه مش عارف تتخلص من موضوع ان هي حاجه واحده، مش عارف تتخلص منه. طيب لو اميونيتي ستيرويد دايابيتس مش عارف ايه، انترافاجينال بكتيريال فلورا بروميد يوز اوف انتيبيوتيك يقلل الفلورا. نشوف المره الثالثه ديسشارج ملعقه من الجبنه القريش، وايت وليتل وثيك وكوتج. هنا بقى تيجي الثقافات. ناس تقول لك تشيز زي الجبنه، وناس تقول لك زي القط. دي ابوها كان بقى قالوا ده ابوها كان منجد، يعني ما يعني ايه ثقافات. ديسبارونيا سيفير ونيجوزي نجاري في المطافي، بيريورايتس ايتشنج سيفير، البارتنر يوريثرايتس من العيار الفاخر على الاخر. تعالوا نتفرج على الفولف، بصوا اهي. ما حدش يقول لي ان احنا هنغلط يا ولاد بين التلاته. ده ازعل وانقهر انا وانت ولا انت هنا. بصوا كده. شايفين يا ولاد؟ طب واحدة ثانية بس هجيب الثانية. واجيلكوا على شول. لا ده في ثلاثة. الصورة الثالثة على فكرة كمان بتيجي في الامتحان. اللي هي صورة الفخاد المسلخة. معروفة. ايه ده الفخاد المسلخة ده؟ امبارح في المشاركة كان في ماتش الانتاج الحربي، يقول لك ايه؟ يقول لك الفريق الحربي شاف الوقت عن دي الفريق الحربي. طيب بص يا سيدي، اهي شايفين دي صورة، ده مشهورة جدا، اسمها صورة ايه؟ صورة الفخاد المسلخ. كلنا طبعا بنحترم الفخاد المسلخ. طيب شايفين الصورة دي يا ولاد كويس؟ ادي الجبنة. معلش بقى قولوا لي هنلخبطها مع الأولانية؟ ما احنا هنلفهم كلهم دلوقتي. الأولانية كان ميلكي، صح؟ التانية فروتي وإيه؟ وستروبري. دي جبنة أهي ثيك ثيك، شايفينها؟ وزيني صور. أهي ده بيقول لك إيه بقى؟ لو جيت تشد البتاع اللي لازقة، فاكرين لما قلت لكم قال على رأي المثل، قال اللي ما نزلش بره أكيد إيه؟ لازم جوه أهو. لما بتشيلها بتسيب تحتها ألسريشن صغنطوط كده، ودي الصوره المشهوره اللي هي صوره الايه؟ الفخاد المسلخ. يعني بيقول لك ان هو فيه انفولفمنت اوف ذا جينيتو كرورال فورم. خلاص كده؟ اوكي. طيب. نعالج بقى، لا لسه لسه نعمل انفستيجيشنز. نعمل انفستيجيشن. البي اتش اخباره ايه؟ اقل من 4.5. كالتشر على ايه؟ صبروه القلب الخالي صبروه. ادي الصوره اللي فيها جرام بوزيتيف ايروبيك فانجاي هاي باسايز لاكتوباسيلاي، بنحط عليها سلاين وكي او اتش عشان تقول لك انا هايفا، انا 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 انا. العلاج ايه يا حبيبي؟ ايه؟ مالها؟ لا ما بتبانش، دي بكتيريا صغيره، ما مش باينه في الصوره.
ادي الجنرال ميجرز مش هنعيدها تاني. يلا دكتور يلا خلينا نختم. انتي فانجل قلنا فاكرين قلنا ايه؟ اترا فلو اور ماي بيو. ايه الحلاوه دي؟ ماي تاي ايه؟ بيو. اللي هيحفظ الدوس بتاع الاورال واللوكال انتي فانجل هيصرف. لا يعني اوعد. لا بس انا عايز اقول لكم حاجه بجد. الاورال سهله. الاورال ليه عايز احفظها لكم؟ لان الاورال دي حضراتكم هتستخدموها. الفلوكونازول اللي هو الديفلوكان بتاع شركه فايزر. الفلوكونازول اللي هو ايه؟ الديفلوكان بتاع شركه فايزر. كبسوله 150 مللي جرام وانس. مين اللي هيستخدمها يا ماريو؟ اللي يجيله تسلخات مره واثنين ويبقوا ريكالنت، يقوم ضارب الكبسوله بتاعه الديفلوكان. في منها فلوكورال كمان. فلوكورال ده ارخص شويه من الديفلوكان. فممكن نستخدم الايه؟ الفلوكورال. ثانيه واحده. الحصه دي في عليها مؤامره. طيب بص يا دكتور، يبقى الفلوكونازول او الديفلوكان. السبورونوكس اللي هو الايتراكونازول برضو 1 جرام سنجل دوز بتاخد مره واحده. اللي فيكو عنده تينيا يعني يلاقي ايه؟ في مثلا قفاه كده طالع فيه حبوب بيضة، او جلده طالع فيه وهو بيستحمى حبوب بيضة، ممكن يضرب ديفلوكان منه لنفسه على مسؤوليتنا. يضرب ديفلوكان او فلوكورال 150 مللي جرام كبسوله واحده، وبعدين تكررها بعديها بايه؟ باسبوع لو عايز. ماشي؟ التانيين بقى مش مهم. ان كيس اوف ريزيستنس، وده سؤال بيجي ومهم جدا، نعمل ايه؟ ريموف ذا بريدسبوزن فاكتور. اعمل لي كنترول اوف دايابيتس لو سمحت. ادي واحد. اتنين، افويد فاجينال دوشينج. اوعى من الفاكرين لما ولا لا؟ قلت لك بيجيب البتاع، قلت لها ايه؟ كومبايند اورال ولوكال تريتمنت. مهم تريتمنت. الكلام ده انا قلته كله على فكره، الكلام ده انا قلته كله، قلت ان هو مهم. تريتمنت اوف ذا هازبند. ممكن بدل ما انا باخد الفلوكورال كبسوله واحده اخده لمده 3 6 اسابيع ورا بعض. لسه ريزيستنت، ازرع بقى، دور على الجلابيراتا والتروبيكاس. دور على الجلابيراتا والتروبيكاس. ايه يا فندم؟ خدوا بريك، خدوا بريك وتعالوا بس بسرعة، خدوا بريك وتعالوا بس بسرعة. يعني أنا وزي ما الفاجينا فقدت الاسيديتي وفقدت الثيكنس اللي كان حاميها من حسالة المجتمع طول الوقت. الايجيولوجي بتاع البريبيوبرتال فول فاجينايتس اللي جاي دي جديده. كونجينيتال اعمل ايه طيب؟ عايز اشتغل. كونجينيتال وانفلاماتوري ونيوبلاستيك. يلا شباب مش لازم نروح الساعة 10 فعلا. بصوا بقى، صور حصرية ليست للسلايدز. السلايدز خلصت، أنا وريتها لكم. بقية الحصة ما فيهاش سلايدز. بس حاجات هنشوفها للفهم. لما الاقي عيانة عندها كونجينيتال فيستيبل. كونجينيتال ريكتو فاجينال فيستلا مثلا، كويس؟ يبتدي الستول ينزل على الفاجينا يعمل لها انفلاميشن. فيبقى ده اول سبب يعمل بريبيوبرتال فورفو فاجينايتس، كونجينيتال فيستلا.
بصوا الصورة دي حصرية مش هتشوفوها في حتة تانية. إكتوبيك إينوس يعني هنا في أنا لاحظت إن كتير منكم مش عارفين هي الفالفا فيها إيه أصلا. وده ما تعترفش كده قوي علشان ده هيأثر في ناس مش انت طالب. بص المفروض ان الفالفا فيها هنا كليتوريس شايفينه؟ وتحت الكليتوريس في فتحة يوريثرا مش باينة هنا. وبعدين في فتحة الفاجينا. العيانة دي فيها حاجة عجيبة. ان المفروض فتحة الإينس تبقى هنا. هنا في إكتوبيك إينس شايفينه؟ جوه الفالفا. انا والله مش يعني مش عايزكم تشوفوها قوي بس ايه يعني معانا ان انا جايب الصوره دي حصريا. احنا عايزين نشوفها. اه مش هتشوفوها كتير. عايزين بص كده يا دكتور شايف الفالفا. الفالفا هنا ده الكليتورس. دي فتحه اليوريثرا الصغيره دي مش باينه. وبعدين دي فتحة الفاجينا. العينة دي عندها إكتوبيك إينس. يعني الإينس فاتح جوه الفستيبيول بتاع الفالفا. فالستول بينزل يكونتامينيت الفاجينا. دي كلها كونجنيتال أنوماليز. ممكن الكونجنيتال أنوماليز دي ينتج عنها بريبيوبرتال فولفو فاجينايتس. يبقى كونجنيتال أنومالي معناها إن أنا أزقلط بالستول فيستيلا او الاكتوبيك ايروس انفكشن. اشهر انفكشن ايكولاي. على فكره سؤال فولفا جانايس ان تشيلدرن ده اخر مره جه كان سنه 96 انا امتحان انا بتاع النسر جه في فولفا جانايس ما جاش من ساعتها بس انا بعتز بيه قوي لان انا تقريبا هو ما جاش حد بيشرحه فانا تقريبا الوحيد اللي جاوبته بقى في كنت فمعتز بيه قوي لغايه دلوقتي بشرحه. المهم ليه إيكولاي هي الكومنست أورجانيزم؟ أيوة عشان الإيكولاي كومنسر في الجي آي تي فبيجي حمامات تي وحمامات وكده وتطلع الإيكولاي تعمل إنفكشن البيت اللي لابسة بامبرز البيست اللي لسه بتعمل على روحها الحاجات زي كده. لذلك الإيكولاي هو الكومنست أورجانيزم في بالنسبة للإنفكشن. صعب ألاقي كلاميديا وجونوريا الا لو كانت البت فيها سكشوال ابيوز حد اغتصبها حد حاجه كده. ده برضو كومن اكزيوريوس وانتروبيوس ودول انا فاكرهم قوي دول كتبتهم وكبرتها كده. نفس الكلام برضو هنا فكره الفيكو فاجينال انفكشن. يعني لغايه دلوقتي بتكلم في فيكو فاجينال انفكشن واخدين بالكم ايكولاي اكزيوريوس انتروبيوس كونجنيتال فيستلا اكتوبيك انس كل ده انا عمال اتكلم على فيكو فاجينال انفكشن. البقية الأورجانيزمات بقى صعب قوي انها تيجي. نيوبليزيا ان يجي ورم يبقى فيه نيكروتيك تيشو يبقى انفكتد. حد فيكم شاف الورم ده قبل كده؟ برافو عليكم. في ناس عارفاه اسمه ساركوما بترويدي. اسمه ايه؟ ساركوما. مش مهم يا دكتورة والله اسمه ساركوما. دي مش سلايد اعتبريها مني انا بقي هقعد بس انا خايف المس البتاع. لا لا عشان انت بس ما تشوفش بس. اسمه ساركوما بترويدي. يعني ايه ساركوما بترويدي؟ ده المالجنت تيومر بيجي في بنات عندها 3 سنين و4 سنين ويعمل نيكروتيك ان نيكروتيك تيشو يبقى انفكت كونجنيتال انفلاماتوري نيوبلاست. يعني تبقى اي حاجه بس دي اللي جايه دي اهم واحده. فورين بودي اي عيانه بنت صغيره جاي عليها بليدنج او ديسشارج اول حاجه تدور عليها هي الفورين بودي. It is the most common cause of prepubertal bleeding or discharge. Foreign body. ان البنت تبقى شايفين البليه الصفرة دي بنت بتلعب ببليه دخلتها مش عارف ايه حاجات زي كده. والحقيقه ياما شفنا المنظر ده وتيجي البنت تبص تلاقي بليه وجنين واستيكا مش عارف. طب يا ستي بلاش تهتم بالبيت. الحاجات دي لما بتضيع في البيت ما بتدوروش عليها. يعني الست اللي البيت دي يعني فورين بودي. فاسكولار اليرجيك اللي هو النابكن ديرماتايتس حاجه كده زي النابكن ايه ديرماتايتس. هنا اقف وقفه احتجاجيه واقول انه الايتيولوجي كونجنيتال وانفلاماتوري ونيوبلاستيك وتروماتيك وايه وفاسكولار.
مين الموست كومن؟ مين الموست دينجرس؟ مالجنسي. والانفكشن معانا كل مره بقى بص عليه. يعني لما تيجي حضرتك العيانه هتشتكي عادي فولفاجينايتس نازل عليها ديستشارج ميبي بلادي ديستشارج في الفورين بودي والتيوب. الموست كومن والموست ايه؟ دينجرس. بريورايتس وايتشنج صح؟ بس ما اقولش ديسبارونيا عشان دي بنت صغيره عيب ما يصحش. بالمناسبه في حد سالني في البريك ليه الفولفاجينايتس معاها ديسيوريا؟ بتهيألي عرفته. شفتوا الفالفا فتحة اليوريثرا فيها، فلما تبقى الفالفا انفليمد والميه نازله تعمل حرقان صح ولا لا؟ اوكي. لما تيجي تفحص هتلاقي ديستشارج اللي هو بلادي، وهتلاقي الفالفا والفاجينا تندر وريد وهوت ومش عارف ايه، والبنت عماله تهرش. ممكن تلاقي عندها بيري اينال اريثيما لو هوك وورم، عارفين فاكرين الهوك وورم؟ طيب. طب انا عايز اشوف الفورين بودي اعمل ايه؟ في حلين. الحل الاولاني ان انا اعمل بي ار فحس الفورين بودي في الرجل. الحل الثاني ان انا افحصها فاجينال يوزنج النيزل سبيكولم، عارفين النيزل سبيكولم؟ احط النيزل سبيكولم دي بس مش هنا بقى، احطها في الفاجينا من تحت وافتح فتحه صغيره وابص منها. خايف اكتر هات هيستروسكوب رفيع وابتدي بص على الفورين بودي. كل ده ببص على الفورين بودي والتيومر. ما انا قلت لكم سيمبتومز وساينز وانفستيجيشن لازم اجيب سيره منين؟ الفورين بودي والتيومر. شفت؟ شايفين الفورين بودي بالهيستروسكوب؟ اهو يا عم صار. مش مهم دي مش سلايد علينا في الامتحان، انا بس بخلي يبقى عندك خيال. تيومر اهو. انفستيجيشن. بص الصور اللي جايه دي صادمه شويه. بلين اكس راي. بنسة شعر. مسمار. مع ايه؟ مع انا بقى فوتوشوب. فوتوشوب مش مصدقاني؟ فوتوشوب. معلش اه في حاجة في بقى بيلي وفي عفش جوه وفي كل اللي انت عايزه. يبقى بلين اكس راي عشان اشوف الفورين بودي. موافق. بايوبسي فروم ذا تيومر. كالتشر وسنسيتيفيتي فروم ذا ديسشارج. خلاص احنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم في حاجه يعني اي كلام. العلاج هو علاج الكوز. طبعا سيبك بقى من الكلام اللي احنا عمالين نحفظه. دول دول عايزين انديجيشن دينا اللاينز ماشي. اجري بقى عالج الكوز. ادي انتي بايوتيك اكوردنج للكالتشر وسنسيتيفيتي. عالج الانتروبيس. شيل الفورين بودي. عالج الايه؟ عالج التشوف. لما يكون في سيفير كيس ممكن ادي البنت الصغيره دي لوكال استروجين عشان احسن الهيلينج. بكون الدنيا بايظه خالص وان كان ده خطر ما بحبش من الهيلينج. علشان ما اعملش بريكوشس بيبرتي اللي انا هشرحها حالا دلوقتي. هقول لك يعني ايه بريكوشس بيبرتي وخطورتها. سينايل فولفو فاجينايتس. يعني ايه سينايل؟ يعني واحده ست بقى ايه؟ عجوزه. هنا بقى يبتدي نفقد كل حاجه ويبتدي العيانه دي يخش لها الاستاف لاول مره بقى. استاف وستريبت بقى ويعمل ميكس بايوجينيك انفكشن وتطلع صديد. يا ريت. لان اللي بخاف منه ايه بقى؟ انه يبقى دايما بفكر دي عيانه فيها بوست منابوزه ديستشارج وبليدنج. لازم افكر في مين على طول؟ وبالتالي وانس انها بريزنتد انا بسكرين المالجنسي. لما ما لقاهاش مالجنن تبقى هي ايه؟ سينايل فولفو فاجينايتس. اقول خير ان شاء الله هديها انتي بايوتكس واستروجين. السينايل فولفو فاجينايتس او الاتروفيك فولفو فاجينايتس انا مش عايز ارغي فيها كتير، بس عايز اعلمك ان ايه ذا كومنست كوز اوف بوست منوبوزال بليدنج. واي ذا موست دينجرس كوز از كانسر اندوميتريوم. ولذلك انت لما عيانة تجي لك بوست منوبوزال بليدنج انت بتدور الاول على موست دينجرس، تتاكد انها مش كانسر اندوميتريوم ولا كانسر سيرفكس. لقيتها مش كده تبقى سينايل اللي هي اسم تاني اتروفيك فولفو فاجينايتس. تقول خير ان شاء الله اعمل كالتشر وسنسيتيفيتي واديها انتي بايوتيك وساعتها هيبقى انديكيتد ان انا اديها استروجين ريبليسمنت ايه ثيرابي. كلمه ورد ايه؟ رد غطاء. خلاص كده انا مش عايز من السينايل فولفو فاجينايتس اكتر من الكلمتين دول. وكده عايز اروح لحاجه مهمه جدا اسمها بريكوشس بيوبرتي. اسمها ايه؟
بصوا بقى ايه disorders of puberty PPP ايه disorders of puberty يا delay puberty يا precocious puberty معلش يا مصطفى وانا بقول delay puberty اصل delay puberty ده موضوع مهم جدا امسح سبورة عشان ما تسمعوش امسح سبورة اللي جنبك دي عارف ان انا تعبت النهاردة والله بس انت حبيبي الدليل بيوبرتي اللي جاي ليه قديمة جدا بصوا التعريف بتاع الدليل بيوبرتي بيقول لك ايه absence of menarche لغاية سن 16 سنة in presence of secondary sexual character او مفيش secondary sexual character عند سن ايه هو ده تعريف ايه primary amenorrhea يبقى درس الديليت بيوبرتي هو درس البرايمري ايه بس يبقى ديليت بيوبرتي انظر البرايمري امينوريه انا ساعتها حتى قلت لكم ان الجدول اللي احنا عاملينه فيه الاسباب الرئيسيه فاكرينها من فوق اللي تحت كونستيتيوشنال فاكرين وكان مانونوروس مونبيلين وفرولخ ليفي لورين جونادر للجينيسيس تستيكولر فيمينيزيشن مولريان اجينيسيس وكريبتوميلوريا صح واحنا كنا بيننا وبين بعض قسمناهم الى هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديس صح اللي هو بقى كونستيتيوشنال ديلي بيوبرتي والفلورخ واللورنس مونبيدل وليفي لورين وكده وساعتها قلت لكم حاجه مش فاكر فاكرينها ولا لا ان بقيت اسباب الهايبوثالاموس والبيتيوتري ممكن تيجي قبل البيبرتي عيانة جيلها تروما جيلها من الجايتس فاهمين قصدي ولا لا يبقى ده المفهوم الاوسع للايه للبرايمري امينوريا ان كل الاسباب التانيه لو جت غير الكونجنيتال سندرومز دي اسمها برايمري امينوريا عايزك تبص كتير ادي المؤامره الخارجيه معانا ادي البيتيوتري تيومر معانا ادي الانوريكسيا نيرفوزا معانا ادي التريننج الاثيليتس معانا ادي الاسترس معانا ادي الاكيوت دي امثله دي ايه امثله ليه يا دكتور بقول لك كده مش هتبقى فاهم ان كل الاسباب اللي في الجدول بتاعه الهايبوثالاموس والبيتيوتري اللي منها ينفع يجي قبل سن البيوبرتي هيبقى برضو احد اسباب البرايمري امينوريا او الديلي بيوبرتي النوع الثاني اللي هو هايبر جونادوتروبيك هايبوجوناديزم اللي احنا سميناه برايمري اوفيريان فيلير وده الجونادال ديجينيسيس والبريما تقولي بريماتشير اوفيريان فيلير اقول لك والحته دي يمكن انا ما ركزتش عليها قوي احنا في عندنا ترنر الاصل بتاع بلاده صح وفي عندنا موزايك ترنر الموزايك ترنر ده في منه ثلاث درجات الدرجه الاولى انا قلت الكلام ده بس قلته بسرعه الدرجه الاولى اللي يبقى فيه فيو فولكلز تعمل سكندري سكشوال كاركتر بس ما تعملش ايه منستريويشن ودي ساعتها هتبقى برايمري امينوريا الدرجه الثانيه تعمل سكندري سكشوال كاركتر وتعمل فيو سايكلز دي مش معانا بقى الدرجه الثالثه اللي هي ممكن تحمل يبقى حسب الافيلابيليتي بتاعت الفوليكلز في واحده عندها 4 فوليكلز عملوا لها سكندري سكشوال كاركتر بس ما همتش تعمل ايه دوره وده ساعتها هيبقى بريماتشور اوفيريان فيلير من اسباب الديليت بيوتي او عمل لها دورة او اتنين او عمل لها ايه بريمس النورموجونادوتروفيك اللي هو المولريان اجينيسيس والتستيكولر والكريبتومينوريا دي نفس التقسيمة اللي احنا ايه خدناها قلنا علاج كل حاجة ما عدا الكونستيتيوشنال صح ولا لا كل حاجة خدنا علاجها فرأيكم ايه علاج الكونستيتيوشنال ولا اي حاجة اعمل لها ري اشورنس لا كل الكلام ده بقى ملح خلاص مش عايزه يلا يقولوا يلا يختي 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 الكلام ده احنا خدناه يا اولاد اللي هو فاكرين الفلوت شارت بتاع البرايمري امينوريا هو ده لو لقيت كوز عالج الكوز لو ما لقيتش فور كونستيتيوشنال كوز واتشفول اكسبكتد يعني ايه راقبها ان شاء الله باذن الله هي شويه وهتبقى كويسه لوحدها من غير حاجه خلاص يبقى واتشفول اكسبكتنسي ربنا هيكرمها ان شاء الله ويفتح في وشها تحلنا النور يا بنتي خلينا نقول الموضوع الرئيسي النهاردة أو الموضوع التاني النهاردة Precocious Puberty مين بقى؟
بصوا يا دكاتره، ما حدش يذاكر لي ديلي بيوبرتي على مسؤوليتنا الشخصيه. مش انت مذاكر برايمري امنوريا يا دكتور؟ مش مذاكرها ذاكر، مذاكرها خلاص. بص يا دكتور الفاضل، يعني ايه بريكوشس بيوبرتي؟ كلام خطير، كلام خطير. معناها ان في بنت عندها 5-6 سنين دكتوري، في بنت عندها 5-6 سنين ابتدى ينزل عليها دم ويطلع لها سكندري سيكشوال كاركتر. كويس، ايه خطوره الكلام ده؟ ده ليه خطوره خطورتين. هنا قال لي اول حاجه هتبقى قصيره، صح؟ ثانيه متر. برافو عليكم. ليه؟ البنت دي في كي جي 1 طولها 70 سنتي، هتطول 30 سنتي يبقى طولها قد ايه؟ متر. دي تحطها في مقلمه وتمشي بيها في الشارع، خلاص كده؟ ادي واحد. رقم اثنين، خطوره سيكولوجيه. كايا قلبي يا ربي، دي خطوره رهيبه جدا. البنت دي تاني يوم، ما هو الاستروجين ده بيعمل حاجه اسمها جندر اورينتيشن، وتقف تقول لك اكمنه صاحي طول النهار، ابن الجيران اللي هنا قصادي، يا ناس قولوا له بطل هزار. طب ليه؟ طب ما تبطل انت هزار يا بابا. يعني ليه احنا نقول له يعني انت شمال واقف قصادي طول النهار، اقفل الشباك وخش. الله الله صح. الله ست نانسي عجرم دي ست محترمه. المهم، يبقى ايه يا دكتور؟ في خطورة سيكولوجية. البنت شالت صور ميكي وبطوط ومعلقة صور تامر حسني وتامر دياب وعمرو ابراهيم وحاجات كده. يبقى في خطورة سيكولوجية وفي خطورة شورت ايه؟ شورت سبيكتر. والحقيقة ان البريكوشس بيوبرتي ده موضوع لطيف جدا. بيقول لك ايه؟ بريزنس اوف منستريشن او سكندري سيكشوال كاركتر قبل ميعادها. ايه قبل ميعادها ازاي؟ هقول لكم بس في الاخر. خلاص كده؟ اوكي. هنا يبتدي يظهر انواع البريكوشس بيوبرتي. اول نوع من البريكوشس بيوبرتي هي العيانه اللي انا بحكي عليها دي، اللي اسمه ايزو سكشوال بريكوشس بيوبرتي، يعني تبلغ بلوغ النساء. يعني بنت في كي جي 1 ما بهزرش ابتدى بريست مش عارف ايه دم حمادة فاضي النهاردة بالليل، هنلوح الملاجيح؟ لا ولا الملاجيح يا حمادة، كده حاجات كده هتبقى انت ازاي. ده اسمه ايزو سكشوال بريكوشس بيوبرتي، والبنت ملف في الاداب وتتوكل على الله. النوع التاني ده غريب جدا، اسمه ايه؟ هيتيرو سكشوال، وده عجيب جدا، بريكوشس بيوبرتي. ايه هيديرو سكشوال بريكوشس بيوبرتي؟ بنت في كي جي 1 يجي لها اندروجين سكريتنج اوفريان او ادرينال سين، او تاخد من المنبوني بتاع بابي، المنبوني الديكه بتاعت الجيم بتاع بابي، فيبتدي يحصل ايه بقى؟ دقن قد كده وصوتها يخشن وتربط عمامه، خلاص ده امن دولي. تاني كانت اداب، فاهم انت الفكره ازاي؟ يبقى الله وتعالى حاجات كده. ده اسمه هيتيرو سكشوال، ان تبلغ فتاه بلوغ النساء سوري بلوغ الرجال وهي صغيره. مين دي؟ مين دي؟ دي اللي فيها نفس اسباب الهرشوتيزما، فاكرينها؟ بس وهي صغيره. فيها نفس اسباب الفيراليزيشن بس وهي ايه؟ صغيره. فهنسميه هيتيرو سكشوال بريكوشس ايه؟ بيوبرتي. واضحه؟ اوكي. اخر واحده اسمها isolated precocious puberty، ودي عيانة لا بيها ولا عليها، قاعدة كده بس عندها الاستروجين ريسبتور اللي في البرست، ولا عندها الاندروجين ريسبتور اللي في البيوبك والاكسيلري اريا عالية شوية، الهرمون البروفايل بتاعها نورمال زيها زي اي فتاة في سنها في كي جي 1، بس الريسبتورز اللي عندها اعلى شوية، فتلاقي البرست بيكبر قبل ما الاوفر يقول يا هادي من شويه الاي 1 اللي موجودين. تبص تلاقي شويه الاندروجين اللي طالعين من الادرينال وهي بنت صغيره
مطلعين لها بيوبك او اكزيلاري هير، يبقى العيانه دي هرمون وايز از نورمال، ولكن فيها انت اورجان هايبر سنسيتيفيتي. فلاقي ايزوليتد تيلر كي، يعني ايه تيلر كي؟ بريس. او ايزوليتد بيوبر كي، يعني ايه بيوبر كي؟ يعني بيوبك هير. طيب يبقى دول الثلاث انواع الرئيسيه. الثلاث انواع الرئيسيه هنا في ملف في الاداب، هنا امن دوله، وهنا اي كلام. يعني ايه اي كلام؟ انت اي كلام، انت اي كلام، يعني لا في حاجه ولا اي حاجه، هو ايزوليتد كده. ده اند اورجان ريسبت. البنت على فكره بتاع الاند اورجان دي بشوفها وساعات يحصل ايه، تبص تلاقي في ريسبتورز في فرد اكبر من فرد، فتيجي مامتها تقول لك ايه، هو هقول لك حاجه عجيبه جدا، حاجه ما بنتي فرده وفرده، ففي فردك كده فقولها سيبيهم، هما الاثنين هيكبروا وليهم اخر، يعني مش هتربيهم وتذبحهم على العيد الكبير، يعني هما في الاخر هيقفوا عند حد معين، لما يقفوا الاثنين هيبقوا قد بعض، بس سيبيهم انت حضرتك كده دلوقتي. فدي فكره الايزوليتد، والايزوليتد ده ممكن يبقى يونيلاترال لانه زياده في ريسبتور في اي بريست او في اي بيوبيك هير. نروح للايزوسكشوال، ده نوعين بقى. الايزوسكشوال ده ممكن يبقى سنترال. يعني ايه سنترال؟ يعني جونادوتروبين ريليزنج هرمون ديبندنت. يعني ايه جونادوتروبين ريليزنج؟ يعني ترو. يعني ايه ترو؟ والله واشتغلت اشتغلت، والله واشتغلت اشتغلت. هي مين اللي اشتغلت؟ هايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس. والله واشتغلت اشتغلت، طلعت ايه؟ قماش، طلعت اوفم. لما الهايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس بيطلع ايه في الاخر؟ اوفم. الترو ده معناها ان الهايبوثالاموس اشتغلت بدري، يعني الميلاتونين هبط بدري، والهايبوثالاموس ابتدت تطلع جونادوتروبين ريليزنج هرمون، شغل البيتيوتري، شغل الاوفري. تقوم البنت دي يبتدي يجي لها سايكلز في كي جي 1، يتعمل فيلم سايكل في كي جي 1، وتحمل وتحمل في كي جي 1. لينا مدينة أصغر أم في التاريخ، خمس سنين وشوية، اسمها لينا مدينة، بنت اسمها كده لينا. أه والله هوريها لكم، أجيب لكم حاجات حصرية دلوقتي. تخيلوا لينا مدينة دي خمس سنين جالها كونستيتيوشنال، وده طبعا هنقوله دلوقتي، كونستيتيوشنال بريكوشس بيوبرتي. بيحتفلوا بعيد ميلادها، بعيد ميلادها الخامس ولا السادس، وبينما الناس حجيبازي يويو لينا، طفوا النور ما لقوش لينا بقى. أتاري جارهم اللي فوق ده فتش، يعني غاوي عيال وكده، راح واخد لينا ظاهرها، واخد بالك، والبنت ايه؟ حبلت. الله هوريها لكم. وجابت بيبي 2 كيلو ونص باي سيزاريان سكشن. سيزاريان، تخيلوا بقى، يا مامي مش عارف اعمل الهوم ورك، استنى ما اخلص الهوم ورك بتاعي انا الاول، حاجات كده بقى. خلاص لينا مدينة أصغر أم في التاريخ، هوريها لكم، والدكتور بتاعها دلوقتي حالا. المهم فهمتوا يعني إيه سنترال؟ والله واشتغلت اشتغلت، طلعت قماش. ودي كلمة السر، إن كلمة ترو معناها إن كل أحداث البيوبرتي بتاعتها من تيلر كي ومن أركي حصلت إنكلودينج الأوفيليشن. الراجل الطويل اللي معاه ده الدكتور مش المزين بتاعها، بكون فهمان مزين ولا حاجة. المهم يبقى اذا ايه الفكره؟ انه هنا البنت دي جالها اوفيليشن وتحمل. طب ايه اللي يعمل كده؟ الاسباب اللي جايه ايه؟ ما انتوا فاهمين كل حاجه بقى؟ كونجنيتال هايدروكيفلس، وقف البينيه البودي، والله واشتغلت اشتغلت، سيفير انفكشن، وقف البينيه البودي، والله واشتغلت، تيومر كان البينيه البودي، والله واشتغلت اشتغلت، هيب تروما عورت البينيه البودي، كان جونادوتروبين ريليزنج هرمون يطلع بالستايل، والله واشتغلت اشتغلت. فاهمين ولا لا؟ لو دورت ما لقيتش اسباب يبقى ده الكونستيتيوشنال بريكوشس بيوبرتي.
وده كومن في المناطق الحاره، في المناطق اللي هي دكتور الحر. الحته افريقيا بقى في النص في القصر العيني عندي طالب من كوتوفوار، فلو احنا قاعدين كده قالنا احنا عندنا كله سن 7-8 سنين معاه 8-9 عيال عادي خالص. في المناطق الحاره كوتوفوار، نيجيريا، في امريكا الجنوبيه، بيرو، مش عارف ايه الحاجات دي، تلاقي سن 8-9 سنين البنت جالها بيوبرتي 10-11 سنه شغاله في اكبر بيت دعاره في المنطقه عادي. فهمت يعني كونستيتيوشنال؟ هنا in absence of any organic lesion in otherwise healthy female. طيب امال يعني ايه فولس؟ peripheral يعني جونادوتروبين releasing hormone independent. جونادوتروبين releasing hormone ايه؟ اللي فيكم بيذاكر من كتاب الاسم مش فاكر اتغيرت ولا لا، هتلاقي في الكتاب مكتوب جونادوتروبين، اللي هي جونادوتروبين ريليزنج هرمون، خلاص كده؟ وده غلط مطبعي بحت، يعني غلط افتكر. ده ايه بقى يا جدعان؟ ده فولس. زي ايه؟ زي بنت جالها استروجين سكريتنج اوفريان تيومر. استروجين سكريتنج اوفريان تيومر، الاوفري بيطلع استروجين، بيطلع استروجين عشان فيه تيومر. البنت دي ينفع تحمل؟ لا، لانه الدوره اللي نازله لها دي مش دوره اصلا، ده الاستروجين ده عامل اندوميتريال هايبربليزيا ونازل عليها دم. عندها بريست بس هل في اوفيليشن؟ لا. يبقى ده اسمه ايه؟ بريفر استروجين سكريتنج اوفيريان تيوب. اتنين، بتاخد من المنبوني بتاع مامي اكسوجينس استروجين، مامتها بتاخد سي او سيز لونه اورنج، البنت حبته كل يوم تفتح تاخد حبه، لقى ايه؟ دم نازل ويزرول بليدنج عادي. البنت دي تحمل؟ لا. لا، في سندروم، في سندروم، السندروم ده فيري رير، فيري رير، بيطلع فيه اوتونوموس فانكشنال اوفيريان سيست بتطلع اسم. يعني ايه اوتونوموس؟ يعني جرافيان فوليكل بتكبر من غير اف اس اتش وال اتش. ازاي؟ ما نعرفش، لو كنا نعرف كنت قلت لك. بس السندروم ده غريب جدا، اسمه ايه؟ ماك كوين البرايت اسمه ايه السندروم؟ هيلوغريفي ده اللي انا بكتبه صح؟ ماك كوين البرايت سندروم، ده ربع جنيه مخروم مش عارف ايه ده. ماك كوين البرايت سندروم، سهلة؟ اوكي. السندروم ده كاركترايزد بايه؟ بان في اوتونوموس فوليكيولار سيست بتعمل بري كاشيوس بيوبرتي، حواليك برضه صورة البنت. اتنين، في باتشز في جسمها بتاعت نيوروفايبروماتوزس اللي هي كافيه اولي باتشز، عارفينها؟ فبيجي لها البنت دي كمان نيوروفايبروماتوز. نمرة تلاتة هتعقبكم، بولي اوستيوتيك فايبرس ديسبليزيا، عنها محلة تدخل نسأل احسن. لا، اتعلم لما تلاقي كلمة كبيرة فصصها، فصصها بولي اوستيوتيك، يعني العظم بتاعها اغلبيته فيه مشكله، بولي اوستيوتيك فايبرس ديسبليزيا، يعني بدل ما هو عظم هو عباره عن فايبرس ايه؟ تيشو، وبالتالي هي رايبورد بسهوله فور ايه؟ فور فراكشن. يبقى الكلمه اسمها ايه؟ بولي اوستيوتيك فايبرس ايه؟ ديسبليزيا. اسمه ايه السندروم العجيب ده؟ ماك كوين البرايت سندروم. اخيرا ودي اللي هنتخانق فيها عشان انا عارفكم بتحبوا الحاجات دي قوي، برايمري هايبوثايرويدزم. اتقال معايا شويه يعني ايه دي الحته الوحيده في الحصه النهارده كلها اللي فيها الحاجات كده وكده، عارفين الحاجات اللي انتوا بتحبوها دي كده وكده، دي بتروحوا على طول. فبص يا عم، برايمري هايبوثايرويدزم يعني ايه؟ برايمري هايبوثايرويدزم
يعني عيب في مين؟ يبقى مبدئيا العيب برفق. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ادي واحد. رقم اتنين، لما يحصل برايمري هايبوثايروديزم بيزيد سنترالي حاجه اسمها تي ار اتش. التي ار اتش ده لما بيطلع بيزود انت وبختك، لما بيزيد عن حد ساعات يزود البرولاكتين، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، وساعات يزود اف اس اتش وال اتش، ومحدش يعرف هو بيعمل كده ليه، ومحدش يعرف هو بيعمل كده ليه. فلو عندي برايمري هايبوثايروديزم صح، التي ار اتش عالي ادى الى زياده اف اس اتش، ومحدش عارف هو بيعمل كده ليه خالص، كويس، هيبتدي الاف اس اتش ده يطلع يشغل الاوفري ويطلع منه ايستروجين. تقول لي بس انقل دي من هنا حطها هنا، يقول له لا. ليه؟ مش بس هو جونادوتروبين الريليزنج هرمون ديبندنت؟ لا. طب اسمعوا، هو في بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك ما بين الاوفيريان سايكل والبيتيوتري؟ ده هي بتطلع اف اس اتش معتمد على مين؟ تي ار اتش. وبالتالي الاوفري بيعمل فوليكل تقعد تطلع استروجين وخلاص. But we never ovulate. يبقى البنت دي never get pregnant. يبقى انا اقدر على اقول على ده ترو؟ لا. ترو اتعلم بقى. والله واشتغلت اشتغلت وطلعت ايه؟ قماش، طلعت اوفم، وبالتالي هي تقدر زوجيت بريجننت. هنا الاستيميلس تي ار اتش، التي ار اتش ده ما بيحصلوش بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك من الاستروجين اللي تحت، وبالتالي ما فيش سايكليستي في الاوفري، ده في اوفري بيطلع استروجين وخلاص. وضحت يا اولاد ولا لا؟ سهله، انا مش خايف منها قوي في الزحمه، بس ايه اللي عنده مشكله اقولها له بعد البتاع. دايما اتعودوا كده، ان شاء الله ما يبقاش فيه الزحمه من الاسبوع الجاي. انا اتفقنا، انتوا كان بقالكم اسبوعين قبل الاكسترا مرتبين نفسكم وكنتوا بتحضروا كويس، لما جت الاكسترا حصل بعض اللخبطه، خلاص مفيش اكسترا من الاسبوع الجاي، نبتدي نظبط نفسنا بقى. سبت عادتها الحد، اثنين عادتها الثلاث، خلاص، وبلاش تجمعات كبيره يوم الثلاث بالليل عشان خاطر. لا نيفر، كلهم، ما هو كلمه خلاص. ايه الفرق بين ترو فولس يا دكاتره؟ ترو يا دليل، والله واشتغلت اشتغلت طلعت قماش. مش انا قعدت اقول استروجين سكريتنج لا يمكن تحمل، مامبوني بتاعت مامي لا يمكن تحمل، ما كوين البرايت لا يمكن تحمل، لان كلهم ما فيهمش اوفيريشن، كلهم بريفرنت وكلهم ما فيهمش ايه؟ اوفيريشن. يبقى دول مجرد زياده استروجين برودكشن من غير اوفيريشن، انما هنا في استروجين وفي ايه؟ وانتوا اتعلمتوا ان الاوفري ليه كام فانكشن يا دكاتره؟ اثنين. فاكرين وانتوا صغيرين قوي كده كنت بتقولوا على السكر اوكر، علمتكم ان الاوفري استرويدوجينيسيس وفوليكولوجينيسيس، هنا الاثنين شغالين، لان في سايكليستي، لان الموضوع سنترال زيها زي البنت الكبيره. هنا الموضوع بريفر، بيديني استروجين بس ما بيديش ايه؟ الاسباب اللي هتديله سيكشوال تقريبا نسخة طبق الأصل من دول، بس بدل ما إستروجين يبقى إيه؟ يعني بدل ما أقول إستروجين سيكريتنج أوفاريان تيومر أقول إيه؟ أندروجين سيكريتنج أوفاريان أو أدرينال، لأن برضو في أدرينال تيومر بتطلع إيه؟ بتطلع أندروجين. بدل ما أقول إكسوجينس إستروجين أقول إندوجينس إستروجين. بدل ما اقول ماكوين البرايت سندروم وبرايمري هايبوثايروديز اجيب الاثنين ادرينال، ادرينال هايبر اكتيفيتي اللي هو الكوشنج والكونجنيتال ادرينال هايبر بليزيا. كونجنيتال ادرينال هايبر بليزيا ليه اسم ثاني هتلاقوه في الكتاب، ادرينوجينيتال سندروم، هي هي ادرينوجينيتال هي كونجنيتال ادرينال ايه؟ هايبر بليزيا. طب والايزوليتد عرفناها ولا لا؟ ايه يا حبيبي؟ يا ولادي الايه لذينة اهو المنبولي بتاع بابي، مش احنا قلنا قلت كده فقيق دوت كوم منتبه دوت نت، برافو عليك. يا ولادي الايه، يا ولادي الايه، ده انتو غدا، يا شكرا للسادة الاعضاء على المساعدة العيضة العزلة. خلاص كده؟ طيب نقول بقى سوا، سهلة الخطة؟ سهلة الخطة. الخطة بتقول ان انا عندي كان نوع من البريكاشس بيوبرتي كلام، واول واحد اسمه ايسكشوال بريكاشس، ملفهم في الاداب صح؟ ملف في الاداب.
وده منقسم لنوعين. نوع اسمه ترو يعني سنتر يعني جونادوتروبين ريليزنج هرمون ديبند والله واشتغلت الشخص. يا اما انا الاقي سبب كونجنتال وانفلاماتوري ونيوروبراشيال وتروماتيك وفاسكولار يا ما الاقيش وساعتها اقول ان ده اسمه كونستيتيوشنال بريكوشس بيوبرتي which is the commonest cause of بريكوشس بيوبرتي. اظن بقى يتعلموا من الرئه دي يتعلموا. انتوا عرفتوا دلوقتي انه اغلب الاندوكراين ايديوباثيك وده اللي جننكم اسبوعين هي الحاجات دي بتعمل كليه مع بعضها كده مش يحبوا بعض يعني ليه عاملين في بعضهم كده احنا جايين عليهم من بره من سنه 5 يعني يحترموا نفسهم قدامنا حتى بلاش يقعدوا يقلعوا يعني ليه كده عشان هو كده عشان الاندوكراين اغلبيته ايديوباثيك وعلشان لما حد فيكم هيتخصص اندوكراين ويجي يعالج دايابيتس هيلاقي نفسه بيدي جرعه الانسولين لنفس العيانه بنفس الوزن واحده تستجيب وواحده لا يزود في ميتفورمين دي يلاقي سكرها وطي يقلل الميتفورمين هنا يلاقي سكرها ضرب في السم فيبقاش عارف ليه هو ده الاندوكراين ترايل اند ايرور واللي بيتحط جواه كلها تفسيرات ليه بتقول كده دلوقتي عشان خلاص دي اخر حصه الاندوكراين دي اخر حصه الاندوكراين ده اسف بيقول لا اله الا الله محمد رسول اسف لا الحاجات المعجزات والجوار طيب بص يا سيدي يبقى اذا قلنا كونستيتيوشنال وقلنا كونجنتال انفلاماتوري نيوبلاستيك وايه وتروماتيك كويس بريفرال اسباب البريفرال اربع حاجات تيومر اسمه استروجين سكريتنج اوفاريان تيومر ويكسوجينس اسمه مامبولي طعمامي وسندروم اسمه ماكوين البرايت واحد مؤامره خارجيه اسمه برايمري هايبوثايرويدس او محاطط على نفس الوزن والقافيه تيومر اسمه اندروجين سكريتنج اوفاريان او ادرينال تيومر مامبولي طعمامي احط مكان المامبولي بتاع بابي سندروم اسمه ماكوين البرايت سندروم اسمه كوشين سندروم برايمري هايبوثايرويديزم مؤامره خارجيه قدامها كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا مؤامره خارجيه وتفضل شيء ناخد شكل الايزوليتد بريكوشس بيوبرتي معناها ان الهرمونال بروفايل از نورمال ولكن هرمونال بروفايل از نورمال ولكن ايه ولكن في اند اورجان ايه سنسيتيف كويس البنت هتيجي تشتكي لك من ايه دكتور الفاضل تقول لك ايه امها طيب امها هتجيبها تقول لك حاجه من الاثنين يا تقول لك بنتي بينزل عليها دم وصدرها كبر ومتعجز الصبيان في الشارع البنت البايظه يا مدام طلع لها ده وربطت عمامه ورفعت علم اسود واستقلت بالبيت يا كده يا كده يا مدام هي ماشيه في سكه الايزوسكشوال يا مدام ماشيه في سكه مين البيت ايه تقول لك ايزوليتد او بتاع هتعمل ايه هتاخد هيستوري تسال فيه على الحاجات دي وتعمل examination general examination تبص على ايه في general examination الهايت هايت والويت والكونتور الهايت والويت والايه والكونتور وبعدين تبص على وشها في اكني وهرشيديزم ممكن تعملها فندس شوف في تيومر جوه ولا لا في الوش بس في الوش ابص على الثايرويد انا واخدها من فوق لتحت عادي زي ما انتوا عارفين ابص على الثايرويد طب بص على صدرها طلع لها شعر ولا لا البريست كبر ولا اتروفايد فيها كافي اولي باتشز ولا ما فيهاش وبعدين ابتدي اعمل لها جينيتال اكزامينيشن هي طلع لها بيوبيك هير ولا لا الفالفا كبيره ولا صغنططه ده جينيتوريال ايه اكزامينيشن كل الكلام ده يؤلف لغايه ما نوصل للنقطه القاتله ازاي نعمل انفستيجيشن للبنت دي فنلاقي الانفستيجيشن اللي جايه دي جديد اللي هي ايه بقى لابوراتوري وايمجينج واندوسكوب وبايوبسي مين يقول لي لابوراتوري هرمونال بروفايل اديني وانا ضيع ها الاف اس اتش والال اتش عشان اشوف هو ده اترو ولا فورس هو ده ادلت تايب ولا بريبيوبرتال تايب لو لقيت ادلت ليفل يبقى انا بتكلم في ترو زيها زي اي واحده لو لقيت ترو يبقى هنا صح اف اس اتش وال اتش وايه كمان
برولاكت مش مهم احلال. ايه بعد كده؟ تي 3 تي 4 دي اس اتش موافقين ولا لا؟ طبعا. طب الادرينال ثلاث حاجات مهمين ولا لا؟ كورتيزول مهم؟ كوش 17 هيدروكسي بروجستيرون مهم؟ كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا ايه هي مهم؟ سكرينينج تيومر صح. طب الاي 2 مهم؟ الاوفري. طب البروجستيرون مهم؟ طب التستوستيرون مهم؟ فاهمين ولا لا؟ سهله اختها مش مستاهله. معلش النبي بصي لي انا وبعدين سيبيني اشرح انا بمزاجي. ده لابوراتوري ايميجينج من فوق لتحت سي تي وصالك زاد عليا حنيني في تيومر في تروما في انفكشن في بتاع على البرين. ثايرويد سكان نطلع فيها ثايرويد حاجه كده برايمري هايبوثايرويديزم مش عارف ايه الترا ساوند ابدومين وبيرفس عشان التيومر الاوفاريان والايه والادرين صح ولا لا؟ لابوراتوري اندوسكوب صدق الزنات اوفثالموسكوب فيها بابيل ديما ولا لا؟ عادي يعني لا ما مش هغلق بايوبسي فروم اني تيومر انا لقيت اتفضل شيء متشكل صح كده؟ اوكي دي طريقه. لو اتزنقت دايما افتكر اللي انا علمتهولك الكومة الزنق خش على ايه؟ قول ايه؟ انفستيجن اللي جاي دي ده وابتدي بس انا لما تزنق يعني مثلا في الامينوريه مش في ستيب وايز ابروتش في الامينوريه؟ فاكره مش فاكره بتك جاري بي وقوم بقى كاتب لك وادي هيطلع صح ولا لا؟ وعد الله لا يطلع صح. هنا في ستيب وايز ابروتش. الستيب وايز ابروتش ما اعرفش انتوا عنه فكره في الاطفال ولا لا؟ ان انا ابتدي الاول ان انا اعمل اكس راي بون ايج فور بون ايج بيتعمل ازاي ده مصطفى؟ مش اللفت النون دوميننت هيد. هقول لك ليه يا دكتور؟ الدوميننت هاند الايدج بتاعها بيختلف من استعمالنا ليها. يعني انا استعمالي اكتر من استعمالك فلاقي البون ايدج مختلف. انما النون دوميننت هاند اللي احنا ما بنستخدمهاش ده اللي البون ايدج بتاعها يونيفرسال. فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى انا بعمل اكس راي على النون دوميننت هاند. كل مره يقولوا لي اللفت اقول لهم لا يا اخوانا اسمها ايه؟ النون دوميننت. يجي بتاع الاشعه يمسك الاشعه كده بنتي دي عندها كم سنه يا دكتور؟ ده البون ايدج بتاعها بتاع بنت عندها 3 سنين. اقول له لا البنت عندها 6 يبقى البون ايدج ده ايه؟ ريتاردد. ما عنديش سبب خالص يعمل كده غير البرايمري هايبو ثايرويديزم اصلا. سهله. طب وبعدين ايه ده بنت دي عندها 6 سنين؟ اقول له عرفت ازاي؟ يقول لي هو الاكس راي بتاع 6 سنين هي فعلا الله ده البون انش طلع ايه؟ نورمال. فاقول له يبقى البنت دي ما فيهاش اي هرمونال التريشن دي ايزوليتد. ما هو طالما نورمال يبقى ما فيهاش هرمونال ايه؟ ريتاردد. الهرمون الوحيد اللي يعمل ريتارديشن هو ما هو كل ده اندوكراين. ده كل ده اندوكراين. فالهرمون الوحيد اللي يعمل ريتارديشن هو البرايمري هايبو ثايرويديزم. وطالما نورمال يبقى ايزوليتد. لقيته بقى ادفانسد يبقى بقيه الاسباب. هنا ابتدي اشوف هو انت بتكلمني على هيديرو سكشوال ولا ايزو سكشوال؟ برافو عليك. خلاص بقى ابتدي اعمل لابوراتوري وايمجينج زي ما اتفقنا. لابوراتوري وايمجينج اهو هنا عايز ايه؟ اندروجين سيكريتنج اوفاريان تيومر يبقى داهيه وتستوستيرون والترا ساوند على الاوفر. اكسوجينس من الهيستوري. كوشنج يبقى كورتيزول كونجنتال ادرينال هايبربليزيا الترا ساوند على الادرينال و17 هيدروكسي بروجستيرون. شفتوا سهله ازاي؟ طيب لقيته بقى ايزو سيكشوال يبقى انا دخلت هنا لسه ما عايز اعرف هو ترو ولا فولس. اعمل ايه؟ اف اس اتش. لو لقيت الـ FSH adult level يبقى ده ايه؟ True. اسكع واحد CT او MRI او كده عشان ادور على الاسباب مين؟ الأورجانيك. لقيت الأورجانيك اوكي. لو نيجاتيف يبقى ده مين بقى؟ يبقى constitutional diagnosis of ايه يا دكتور؟ of exclusion قولا واحدا. اتفقنا؟ طب لو لقيت الـ FSH pre
بيوبرت يبقى ده فولز لابوراتوري وايميجنج زي ما انت عايز. استروجين والترا ساوند على الاوفري عشان التيومر والترا ساوند على الاوفري عشان الماكوين اون برايم والثايرويد اللي احنا استبعدناها دي احنا استبعدناها ولا لا؟ اوكي يبقى اذا ده اسمه الستيب وايز ابروتش تو ريتش دايجنوستس اوف بريكوشس ايه بيوبرتي. اصدقائي واحبائي ما هو علاج البريكوشس بيوبرتي؟ ايه يا فندم؟ تحت كلمة انكريز اندروجين اكتب هيتيرو ساكشول بدل ايزوليتد في صفحة 28 في ملزمة الاي كلام ملزمة المايند ميل مش مهم دلوقتي مهم اخلص بس وبعدين اقول فكرنا اقولها تاني فكري بس اخلص فاضل لي بقين كلام بقين في التالت قول لي ما ايه العلاجة ده كاتر؟ ايه العلاج يا دكاتره؟ عالج السم. العلاج ان انا عالج السم اشيل التيومر واوقف الدواء وادي التروكسين وادي كورتيزون للعيانة كونجنيتال هادرينال هايبرجليزيا وكده يفضل مين؟ نعمل فيه ايه؟ هنا ما ينفعش ري اشورنس. فاكرين في الكونستيتيوشنال ديليت كان علاجه ايه؟ وسبناها بقت مونزا وكله تمام. دي لا ليه؟ لان في امباكت على الطول وامباكت سايكولوجيك يبقى ما ينفعش اسيب البروسس دي تكمل لازم اوقفها. اوقفها ازاي؟ جلادوتروفين ريليزنج هرمون يقفل لي الهايبوثالاموس والبيتيوتري لغايه لما البنت يبقى عندها 11 سنه. اوقف تقول لي ده غالي اقول لك امال ات وورث لا سيما ان البنت دي بنت صغيره ولا سيما ان الحالات دي حالات نادره قوي ففي حالات كده تستحق العلاج الغالي فما تستخسرش فيها انك تديها جونادوتروفين. اصل في ناس ايه معفنه تقول لك نديها بروجستيرون على اساس ان البروجستيرون كونتينوس هيعمل سبريشن برضه مش افكتيف زي الجونادوتروفين لازم بروح عشان خاطر اديها جونادوتروفين لازم هرمون ايه كونتينوس. اخر بوق الاول اوريكم لينا مدينه الاول اوريك ليه غور في داهية عايزة لا في بقى اهم من لينا مدينة. بصوا ليه يا ولاد appearance of any pubertal change earlier than it's mean by 2.5 standard deviation. معناه ايه الكلام ده؟ عارفين النورمال distribution curve؟ اي ظاهرة بيبقى ليها mean وstandard deviation. لو اي حاجه حصلت اقل من 2.5 ستاندرد ديفيشن من المين تبقى حاصله ايه بدري يبقى ده التعريف. وده تقريبا انه التيلر كين البريست بطن يبان قبل 8 سنين والمينارك قبل سن 10 سنين. فاكرين احنا قلنا المينارك في مصر كام؟ 13 بلس اور ماينس 3 ييرز من 10 الى 16 فما يجي قبل 10 يبقى اسمه بريكوش. دي الست الفاضله لينا مدينه يعني. شايفينها كلهم ولا حاضر دي حاجات حصريه شايفين دي لينا وهي حامل دي لينا وهي حامل وبعدين ده مش المزين ده الدكتور يعني اي حد فيكم بيتفرج على افلام قديمه تلاقي محمود المليجي وعماد حمدي والناس دي كانوا بيلبسوا اللبس ده لما بيعملوا دور الدكتور ودي لينا وده ابنها فاهمين الفكره وده الدكتور شفته فرحان ازاي اعمى كفيف هو الدكتور اللي عملها قيصريه كان دكتور كفيف شايفين لينا ده بريست ده يا مقرف الله يقرف ما عليه. المهم ايه ان دي الايزوليتد او الايزوسكشوال سوري الايزوسكشوال بريكوشس بيوبرتي قلنا ان الترو دي جونادوتروبين ليه؟ خلاص انا مش عايز ده انا عايز خلاص انا وريتكم لينا مدينه ومش عايز اراجع الكلام ده عايز اخر حاجه اقولها لكم واتاكد ان انتوا عارفينها حضراتكم عارفين يعني ايه سكندري سكشوال كاركتر؟ تيلر كي؟ قولهم بسرعه حاضر تيلر كي؟ يعني ايه تيلر كي؟ بريست بار بيوبر كي يعني ايه؟ بيوبك هير. في حاجات تانية من ضمنها جندر اورينتيشن زي ما قلت لكم ابن الجيران اللي هنا قصادي وكمنه صاحي طول النهار.
هاي بيتش فويس سرسع عملنا من عسين اي حاجة كده جروث سبيرت يقول لك البنت بقت فرعة وخراطها خراط البنات بقت فرعة وخراطها خراط البنات غالبي بوزيشن في البريست والبطن من سنجيت والله الكتاب هو اللي بيقول كده شرحتها لكم قبل كده فاكرين ان الايه الوسط الكتاف تبقى ضيقه والحوض عريض فالكتاف الضيقه دي الايدين تنزل منها كده والحوض العريض الرجلين تنزل منها كده كلمه من سنجيت يعني خطوه راقصه يعني تمشي تتقصى جزء كبير منها ليه علاقه بالاستروجين وجزء الثاني ترين وايت كارينج انجل نفس الكلام هير ديستريبيوشن بفكركم يا دكاتره لما قلنا الاندروجين يطلع والاستروجين يوزع ايوه كده بيخلي هنا ده فلات توب ويخلي الشعر تجراديه والحاجات دي بصوا دي مهمه قوي يقول لك ايه جينيتال يا دكتور جينيتال تشينج انه الانترنال والاكسترنال جينيتاليا يكبروا عشان كده في التيرلر كنا بنقول هايبوبلاستيك انترنال والاكسترنال جينيتاليا كل الكلام ده بيحصل مع البيوبرتي نيجي بقى انا لما حبيتك تمر على بيتي مين تمر ده فاكرينه في الاطفال اشرحه بقى استنوا ايه تمر ده بصوا مش الباب اهو الفوق جنب معلش هقول تمر ونمشي بقى خلاص ايه تمر ده تمر ده قيمته ليه بقول لكم تعرفوه ما انا في حته في اول النورمال بيوبرتي انا حلقتها بقراها شرحتها قبل كده انا بلسطايل ومش عارف ايه وكده بس التمر مهم عشان هيجيلك في الكيس يقولك العيانه دي تمر 4 ولا تمر 5 وما فيهاش دوره ولا تمر 1 ما فيهاش دوره تفرق معناها فيها سكن ولا ما فيهاش ايه التمر الخواجه تمر دي جاب البنات من بريبيو بيردل بنت في كي جي 1 وبص على البريست والبيوبيك اريا وبعدين كبرت معاه يبص كل سنه على البريست والبيوبيك اريا ويدون ملاحظاته قال ان قبل البيوبرتي تانر 1 البريست بتاع البنات غير بتاع الصبيان بتاع البنات بتحس فيه بذره بيسموها بريست بابيلا عباره عن بتبص على ده بطاطس البريمه بطاطس والله بريست بابيلا يعني ايه يعني بذره كده بتاعها مش باينه خالص كويس وبعدين البذره دي لما يجي الاستروجين يرويها تطلع برهم بريست بط بابيلا وبعدين ايه برهم لما الاستروجين يروي الفرع ده يكبر ويحصل فيه اللارجمنت اند اليفيشن شوف بيكبر ازاي لما ترويه كمان يبتدي يطلع فروع سكند ماوند معلش ركز بقى ايه السكند ماوند ده شايفين الانيولا هنا باصه ازاي عن بقيه البريست شايفين اهو يا مصطفى تموت انت في الحاجات خلاص ما تشوفش يا مصطفى عادي بقى ما تكبر حواليك الحاجات يبقى هنا في اري الاولاد هنا بص عن بقيه البريست دي بنسميها سكند ماوند واخيرا ينتج لنا المزارع المفلع هذه الثمره الناضجه اللي هي الادلت ايه كونتور يبقى لما تيجي تحكي تطور البريست بذره عملت فرع كبر طلع فرع ثم ثمره ناضجه سهله دول الخمسه ستيج قولهم تاني بذره طلعت فرع والفرع كبر وطلع سوري انا اسف بذره طلعت برعم بذره طلعت ايه برعم والبرعم كبر وطلع فرع والفرع طلع ثمره ناضجه دول الخمسه ستيج سهلين البذره اسمها بريست بابيلي والبرعم اسمه بريست بط
اللي كبر اللارجمنت اند اليفيشن وطلع فرع اسمه سكند ماوند. شوف السكند ماوند هنا اختفى، ده الاذر تو كونتور النورمال دي الصبره الناضجه. حبايبي تامر كمان اتكلم على البيوبك هير وقال انه قبل البيوبرتي بتبقى البيوبك اريا زلبطة عالزيرو، وده يفرق عن ايه؟ يفرق عن البريست. البريست من قبل البيوبرتي هو في بذر هنا زي ما انت شايف عالزيرو، وبعدين يبقى صبايكي. الشعر سبيرس اند لونج، طويل كده ومفتوح من بعضه كده، وموجود في منطقه الليبيا ماجورا فقط. في منطقه مين؟ ليبيا ماجورا. شويه شويه وبعدين يبتدي يبقى ايه؟ قميش دارك كورس اند كيرل، قميش كده، ويبتدي يزحف من الليبيا ماجورا الى المونز بيوبس. اخيرا او قبل الاخير يبتدي ياخد يبقى كيرلي، ده اللي هو الادلت بقى، يبقى كيرلي ادلت تايب، بس لسه كفرينج الحته بتاعت الليبيا والمونز بيوبس. المونز بيوبس البادو فات اللي هنا ده، فهنا كفرينج. اخر حاجه يعملها ايه؟ يمسي على الفخاد. اما يزحف لاترالي يمسي على فخادك، اعرف ان ده الادلت تايب اند ادلت ديستريبيوشن. ونقول مره ثانيه، يبقى هو في الاول 1 يبقى على الزيرو ضربات، وبعدين يبقى سبايك سبيرس اند لونج في الليبيا ماجور. طبعا لما تروح الليبيا ماجور ولا ماينورا، الماينورا ما فيهاش شعر يهبل، الليبيا ماجور هي اللي فيها شعر. خلاص يبقى واحد في الليبيا ماجور، ذن بعد كده يبقى كانيش دارك كورس اند كورلد مع زحف للمونز بيوبس، بعد كده يبقى كورلي بس لسه في المونز بيوبس والليبيا، وبعدين يمسي على فخادك. امسي عليكم احلى مسا، اشوفكم الاسبوع الجاي يا مستر، مش عايز اجيب لكم معايا هاني اهلي يا بنت مالي يوسف الغرابه و جلال علام. دكتور الصوره بتاعتك ايه؟ الحق الصوره دي بتاعتك عشان الباشا هينزل مصطفى. مين افتح الاوضه دي؟